يا صباح الورد والهنا والسعادة على كل مشاهدي قناة تن في كل مكان، وحلقة جديدة، حلقة نهاية الأسبوع من صباح الورد. هنبدأها مع حضراتكم حالا، ولكن زي ما تعودتم نروح الأول لصديقي العزيز وزميلي أسامة سرايا وموجز الثامنة. صباح الورد يا أسامة. صباح الورد عليك يا أحمد، يوم جديد يا رب يكون سعيد عليك وعلى كل السادة المشاهدين بإذن الله. أهلا بحضراتكم في هذه الإطلالة الإخبارية لهذا الصباح. البداية حيث تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود إدارة عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشأن الإجراءات الدولية والتنسيقية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والري ورئيس جهاز المخابرات العامة، حيث استعرض الاجتماع جهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين واستمرار عملية الإنتاج في مختلف المجالات. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا المستجد إلى 179 حالة وخروجهم من مستشفى العزل. الوزارة أعلنت أيضا عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 221 حالة، فيما أعلنت أيضا عن تسجيل 69 حالة إيجابية جديدة وست حالات وفاة. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية عشر من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك عبر فروع كبرى السلاسل التجارية المشاركة فيها. كما رعت المبادرة هذه الفروع والاشتراطات والإجراءات الوقائية والصحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من فيروس كورونا. أطلقت منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أطلقت تغريدة شكر وتحية لمصر على ما بذلته من جهد للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وكذلك أيضا بالمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار عبر إنارة الهرم الأكبر في رسالة إلى الشعب المصري وشعوب العالم كافة بالبقاء في منازلهم والحفاظ على سلامة صحتهم وصحة أحبائهم. أهابت وزارة الشباب والرياضة بالجميع تحري الدقة بشأن ما تتناوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا من أخبار مغلوطة تخص رياضيين المصريين المتواجدين خارج البلاد، حيث أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن الحكومة المصرية تعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية منذ بداية الأزمة العالمية بانتشار فيروس كورونا، تعمل بالحرص الشديد على متابعة كافة المصريين بالخارج والاطمئنان على أحوالهم. قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل محمود محي الدين إن أزمة كورونا كشفت عن تفاوت بين قدرات الدول والمؤسسات في التعامل مع مثل هذه الأوضاع. وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج بالورقة والقلم المذاع عبر قناة تن، أشاد محمود محي الدين بالإجراءات الحكومية التي اتخذتها مصر خلال هذه الأزمة، قائلا إن مبلغ 100 مليار جنيه ليست هي الذخيرة الأخيرة في هذه الحرب، لأنها ستفرض بطبيعة الحال تداعيات اقتصادية واجتماعية أخرى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المخزون الفيدرالي من معدات الحماية والوقائية فارغ تقريبا، لأن إدارته ترسله مباشرة للمستشفيات للتعامل مع حالات الإصابة بوباء كورونا. وخلال المؤتمر الصحفي اليومي لفريق مكافحة الفيروس بالولايات المتحدة، أضاف ترامب أنه يفكر في إنهاء الرحلات الداخلية بين الولايات المتحدة أو الولايات التي لديها نسب كبيرة من انتشار العدوى. وصلت طائرة المساعدات العسكرية الروسية إلى مطار جون كينيدي في الولايات المتحدة لدعمها في مواجهة أزمة كورونا. هذا وتحمل طائرة الشحن الروسية أقنعة ومستلزمات أخرى أساسية لمكافحة الفيروس، حيث تواجه الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يوم حزين في بلاده بعد وصوله إلى رقم قياسي جديد، حيث بلغت حالات الوفاة 563 حالة وفاة في يوم واحد. وفي مقطع فيديو نشره جونسون عبر تويتر، قال جونسون إن الإجراءات التي اتخذتها حكومته للتعامل مع الوباء وآثاره، حيث دعا إلى احترام القيود الحالية، كما تعهد أيضا بزيادة جهود بلاده بشأن قدرتها على إجراء المزيد من الاختبارات التي تعد محدودة حتى الآن. قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن عدد إصابات فيروس كورونا سيصل قريبا إلى مليون حالة إصابة
وخمسين ألف حالة وفاة. أدهانوم أكد أن معدل الوفيات بالفيروس تضاعف على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي. وفي مؤتمر صحفي أضاف أن المنظمة قلقة من وتيرة الانتشار السريع للفيروس، كما دعا أيضا مختلف المنظمات الدولية بدعم الدول النامية في إطار مواجهتها لفيروس كورونا المستجد. كانت هذه أبرز أخبارنا في هذه الإطلالة الإخبارية لهذا الصباح. الآن نعود مرة أخرى إلى الزميل أحمد خيري واستوديو صباح الوردة. شكرك أسامة، جولة إخبارية كبيرة الصراحة هنتابع فيها كمان بالتفصيل النهاردة في حلقتنا. هنروح نصعد فقراتنا مع حضراتكم ونرجع نبدأ الحلقة حالا. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، واسمحوا لي في البدايه ارحب بزميلي العزيز اسامه سراي. صباح الورد اسامه. صباح الورد عليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله بخير يا رب دايما. خلينا نبدا اخبارنا النهارده، وهنبداها مع حضراتكم بخبر يبدو انه خبر عادي لما يمر كده قدامك، لكن الحقيقه ده خبر مهم جدا بياكد للجميع واولهم المشككين في اجراءات الحكومه لمواجهه فيروس كورونا المستجد ان مصر كبيره وانها قادره باذن الله على تخطي الازمه العالميه دي. والخبر بيقول إن منظمة السياحة العالمية أشادت بدور مصر في المشاركة في حملات التوعية الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وقدمت المنظمة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الشكر إلى مصر لتشجيع شعوب العالم على البقاء في المنازل عبر الحملات التوعية المختلفة اللي عملتها وزارة السياحة، مؤكدة إن الالتزام بالمنزل النهاردة بيعني السفر غدا. يعني هم حطوا لفتة كده ان البقاء في المنزل اليوم بيعني السفر غدا وعودة حركة السياحة الى جميع الدول بإذن الله. أهمية الخبر ده كمان يا أحمد بأنه بينفي انه ممكن تكون مصر لديها اي ارقام بتخفيها، سواء ارقام فيما تتعلق في بأعداد المصابين او بأعداد الوفيات، وكمان بيؤكد انه ما فيش اي نوع من انواع التراخي سواء في اجراءات الوقاية زي ما حضراتكم بتتابعوا من بعض وسائل الاعلام المشبوهة اللي بتحاول زي ما حضراتكم عارفين كويس جدا اي ازمه حتى ولو ازمه عالميه انها بتحاول استغلال هذا الموقف في تشويه صوره الدوله المصريه او الاساءه لمؤسسات الدوله المصريه برغم الجهد الكبير اللي بتبذله الدوله المصريه في هذه المرحله. ورغم طبعا حضراتكم عارفين ان السياحه مصدر رئيسي من مصادر الدخل، مش بنقول مهم ولكن بنقول كمان مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي لمصر، ولكن الدولة المصرية وضعت اعتبارات أهم من كل شيء وهي صحة الشعب المصري وأمنه واستقراره، وده طبعا يعني كان الكلمة الأهم والأبرز على لسان كل المسؤولين بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المسؤولين المعنيين بإدارة هذه الأزمة في الدولة. ده طبعا زي ما قلت حضراتكم اللي أعلنه الرئيس وانتهى بكل معنيين سواء اللي تعاملوا مع أزمة فيروس كورونا أو حتى اللي خارج أزمة فيروس كورونا. صحيح أسامة، خليني أقول لك كمان ليه منظمة السياحة العالمية نشرت الإشادة دي بمصر. أولا إن مصر من أغنى دول العالم في مجال الآثار والسياحة والحضارة طبعا، وطبعا ده كلنا عارفينه. الحاجة التانية إن وزارة السياحة والآثار زي ما تابعنا أضاءت هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة، يمكن بنشوف الصورة مع حضراتكم دلوقتي، وهو رمز الآثار المصرية وواحد من عجائب الدنيا، في رسالة للشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم، وكتبت عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية والإنجليزية على واجهة الهرم: خليك في البيت، احمي نفسك. وطبعا دي تحية لكل القائمين على حمايتنا. يمكن عايز اقول لك يا اسامه، يعني اعتقد لفته مهمه جدا لاهم معلم من معالم الاثار في العالم كله، وعشان كده منظمه السياحه العالميه اشادت بمصر واشادت ان هي بتحاول تدعم البقاء في المنزل للوقايه من فيروس كورونا. طيب خلونا يعني نعرف اكتر برضو من الدكتور مصطفى وزيري امين عام المجلس الاعلى للاثار. دكتور مصطفى صباح الورد عليك يا فندم. صباح الخير يا استاذ احمد، وصباح الخير للاستاذ اسامه، وكل سنه وحضراتكم طيب. كل سنه وحضرتك طيب وبخير. اولا لفته يعني عظيمه جدا بتؤكد انه يعني روح الحضاره المصريه بتتجلى النهارده مش بس في مساعده الشعب المصري، ولكن كمان في اناره الطريق لشعوب العالم كله عبر يعني استغلال اماكن ما بنقولش اثريه، ولكن بنقول كمان انها النهارده مهد الحضاره على مستوى العالم كله. دكتور مصطفى عندك حق تماما يا استاذ احمد، بس اليوم الجميل ده اللي احنا اضاءنا فيه الهرم، اختيار الهرم زي ما حضرتك تفضلت وقلت، لا ده احنا مش بختار اي اثر، ده انا بختار هرم، اكبر هرم. صحيح، بتكلم على هرم خوفو، بتكلم على اشهر هرم في العالم، واحد المتبقي من عجائب الدنيا السبع لواحد. اثنين، الرساله اللي كانت موجوده واللي احنا بنبعتها في اليوم ده ما كانتش رساله واحده، كان في رسالتين مهمين جدا. الرسالة الأولانية احنا قلنا خليك في بيتك، احمي نفسك، احمي بلدك، ودي كانت رسالة مهمة.
مهمه. الرساله الثانيه كانت رساله شكر، رساله شكر لكل من حافظ على صحتنا، كل عام كل من حافظ على صحه مصر والمصريين والعالم اجمع. رساله شكر للاطباء، رساله شكر للممرضين، رساله شكر لطاقم التمريض، رساله شكر لقواتنا المسلحه والشغل الجميل اللي اتعمل في تعقيم وتطهير شوارعنا ومبانينا الحكوميه والاهليه والخاصه وكله. رساله شكر لوزاره الداخليه للحفاظ على النظام والجهد المبذول اللي اتعمل في خلال الفتره القليله اللي فاتت. دول كانوا رسالتين مهمين جدا احنا نبعتهم للعالم. كان عندنا بيغطي هذا الحدث قنوات عالميه لدرجه ان في بعض الصحف العالميه حاططها منشط في صفحه اولى، يمكن الاستاذ اسامه صلاح يتابع هذا الموضوع، انه موجوده على صفحه اولى في بعض الصحف وبعض القنوات العالميه دون ذكر اسامي، وبقى كانوا كتار جدا. لكن الرساله دي كانت رساله مهمه جدا اللي بعتتها وزاره السياحه والاثار للعالم اجمع، ان لازم ناخد بالنا من صحتنا. خليك في بيتك، احمي نفسك، احمي بلدك، وشكر لكل من ساهم في الحفاظ على صحتنا. استغلينا الفرصه، احنا قافلين مناطقنا الاثريه ومناطقنا السياحيه، قمنا بعمليه التعقيم والتطهير اكتر من مره، مش بس مره واحده واكتفينا وقلنا كده كده المنطقه مقفوله. لا، ما حصلش. احنا كل شبه كل 48 ساعه، شبه كل 72 ساعه بنقوم بعمليه التعقيم وعمليه التطهير لبعض المتاحف، بعض المناطق، بعض المواقع الاثريه، منها المفتوحه ومنها المغلقه. في نفس الوقت احنا ما عملناش شلل تام، احنا عندنا عماله غير منتظمه زي عمال الحفاير اللي احنا بنقوم بايجارهم من بره. الحمد لله احنا ما زالت اعمال الحفاير مستمره، بس مش بالكم الكبير، العدد الكبير اللي كان متواجد، لا، احنا قلصنا العدد. العدد كان بيشتغل في الحفاير مثلا تقريبا بيبقى 70 واحد في الموقع، احنا دلوقتي شغالين ب 20 25 واحد في الموقع، برضه عاملين مسافات واخدين الاحتياطات اللازمه، بس عشان العماله دي عماله غير منتظمه، بتاخد الاجره بتاعتها يوميا، فما حبيناش احنا نتوقف. لكن سبحان الله ربنا رزقنا بكشف حلو جدا، كان معالي وزير السياحه والاثار كان قال ان شاء الله في حين عوده السياحه باذن الله تعالى هنقوم باعلان هذا الكشف. طب دكتور مصطفى، بخبره حضرتك كده، كيفيه استغلال بقى الاشاده دي، وكيفيه استغلال ان في بعض السياح رفضوا العوده لبلدهم، هنقدر نستفيد من ده ازاي؟ وخاصه ان السياحه اكيد هتتاثر الفتره دي وممكن الفتره القادمه، نستغل بقى الاشاده الدوليه دي ازاي من منظمه السياحه العالميه؟ نستغل ازاي ان في سياح فعلا يعني ارادوا البقاء في مصر وعدم السفر لبلادهم مره ثانيه؟ اقول لحضرتك حاجه، الدكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار كان عمل اجتماع من 3 أو 4 أيام عشان يعرف بالظبط كام واحد متبقي وايه امكانيه ان هم يسافروا لو عايزين يسافروا والكلام ده كله. فجت المعلومه الواضحه والصريحه انه جميع السائحين المتواجدين سواء في اسوان، سواء في الاقصر، سواء في مناطق اخرى على مستوى الجمهوريه، قالوا احنا رافضين البقاء، رافضين السفر، او نود البقاء، عايزين نقعد مش عايزين نسافر، لدرجه ان اتبعت لهم مناديب من هيئه تنشيط السياحه، من وزاره السياحه، في جميع مكاتبنا اللي موجوده على مستوى الجمهوريه. طب عايزين حاجه، طب مش عارف ايه، طب ايه، والاخر في ورقه بتتكتب منه ان انا لا، بناء على رغبتي انا عايز اقعد. العدد ده مش قليل على فكره يا استاذ احمد، طبعا ده عدد كبير جدا. اللي قال لا، ده انا هنا احسن وافضل وامن بكتير من سفر لبره. دي رساله احنا بنستغلها طبعا، رساله كبيره يا دكتور مصطفى. بقول لك ورساله كبيره كمان لازم نستغلها. هل بقى نسوقها ازاي، او نسوق للعالم كله ازاي ان كل السياح الموجودين، وخاصه حضرتك بتاكد ان هو عدد كبير، ان هم عايزين يبقوا في مصر، وان مصر من اكثر الدول امانا دلوقتي، سواء امانا امنيا او امانا صحيا من فيروس كورونا؟ هو طبعا دي كانت واضحه قوي قوي قوي، ولله الحمد ولله الحمد، ودي معروفه بالاحصائيه اللي بتقولها وزاره الصحه العالميه. صحيح. كل يوم اعداد، اللهم احفظنا يا رب، الفيروس كورونا اللي بتزيد في انحاء العالم اجمع، نسب سبحان الله الشفاء وتحول من ايجابي الى سلبي بنسب كبيره جدا في مصر ولله الحمد. العالم كله متابع هذه الاخبار على فكره، العالم كله قاعد زي ما حضرتك متابع اللي بيحصل في ايطاليا وفرنسا واسبانيا وامريكا والمانيا، وكذلك الدول دي كلها متابعه اللي بيحصل برضه في مصر. طبعا شايفين نسب الشفاء شكلها ازاي؟ شايفين نسب التحول من الايجابي الى السلبي شكله ازاي؟ شايفين نسب الوفيات قليله وتكاد تكون منعدمه شكلها ازاي؟ شايفين المجهود اللي بيبذل من 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 القياده السياسيه في مصر، دوله رئيس الوزراء اللي بيعمل
اجتماعات شبه كل خمس دقائق اجتماع مع كل المسؤولين عشان متابعه الموقف اللي بيحصل في تطور كورونا والى اخره، وشايفين كل مؤسسات وهيئات الدوله بتقوم بعمليه التعقيد بهذا الشكل. شايفين كمان الحمد لله اصبح في وعي ومهم جدا، المعلومه دي اصبح في وعي مهم جدا لدى الشعب المصري. لا ده العمليه فعلا مش لا الارواح بيد الله، اوعى مش هيحصل لنا حاجه، الكلام اللي كان بيتقال في بدايه الامر. لا الحمد لله الشعب المصري وعى تماما الرساله، شاف كويس جدا الدنيا شكلها ازاي. لا ده بيساعد، ده انا بشوف مجموعات بتقف في الشارع قبل الحظر تقريبا على الساعه 5 وشويه، بتقوم ماسكه الكمامات بتقوم توزيعها على اصحاب السيارات الملاكي والنقل والايجار والكلام ده كله، بشوف الاتوبيسات للعام. صحيح الدكتور مصطفى، الشعب المصري يعني قدم ملحمه عظيمه بالتعاون مع مؤسسات الدوله وبالتكاتف في المرحله دي، وده المتوقع وده المنتظر باذن الله، وان شاء الله يعني تنزاح هذه الغمة قريبا وتعود السياحة المصرية أكبر وأعظم، ونشهد عام أفضل من 2019 كمان بإذن الله. بنشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للأثار. السياحة مش بس في مصر اتأثرت طبعا، السياحة في العالم كله اتأثرت. يعني استغلال أثر كبير زي هرم خوفو هي رسالة للعالم كله، ده هنا مهد الحضارة ومهد التاريخ. أول دولة كان ليها اسم أو كان ليها وجود في كتاب التاريخ كانت مصر، من الأهرامات العظيمة جدا. استغلال الأثار اللي زي كده في وقت يعني صعب مش بيمر على مصر ولكن بيمر على العالم كله يا أحمد، هي رسالة مهمة طبعا. وزي ما قلت لك دكتور مصطفى لو خدت بالك إن هو إحنا لازم بقى نستغل الإشادة الدولية دي من منظمة السياحة العالمية، نستغل إزاي وجود سياح داخل مصر عايزين يفضلوا في مصر عشان نلحق نمهد كده لرجوع السياحة مرة تانية. زي ما أنت قلت هي أكيد اتأثرت، ولكن نمهد ازاي بنوع من انواع التسويق بالاشادات الدوليه اللي بتحصل في وقت زي ده. العالم كله فيه بيمر بازمه كبيره جدا، ولكن مصر بتحاول من كل القطاعات المختلفه. يعني كتير جدا من الناس او ممكن قطاع السياحه والاثار مش معني دلوقتي بالازمه شويه، ولكن هو ليه دور دلوقتي انه يقدر يسوق ويحافظ على السياح اللي موجودين داخل مصر. صحيح، وعلى الجانب الاخر كمان في مجهودات بتبذل سواء فيما يتعلق بالمتحف المصري الكبير. صحيح، بنشوف حضراتكم النهارده ميدان التحرير عاد لرونقه من جديد واعاده تجميل ميدان التحرير، من يعني بنتكلم في جهد بقدر الامكان بيتم الاستمرار فيه برغم الظروف الصعبه. طب ده بند، خلونا بقى نروح دلوقتي نشوف مع حضراتكم ابرز الفعاليات. يا ترى ايه النهارده ابرز الفعاليات اللي موجوده في الشارع المصري؟ خلينا نشوف ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، خلونا نروح مع حضراتكم لخبر اخر. الخبر ده متعلق شويه بالتسهيل والتخفيف من معاناه بعض الناس وبعض
الأسر. أكيد حضراتكم جميعا تعرفوا وتعاملتم وسمعتوا وشفتوا مبادرة كلنا واحد، المبادرة اللي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزارة الداخلية أعلنت عن انطلاق المرحلة الـ 12 من هذه المبادرة بهدف توفير عدد من السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة ويصل فيها التخفيض لحوالي 30%، وده طبعا مع مراعاة أنه تكون جودة هذه السلع جودة عالية جدا من خلال توزيعها عبر عدد من الفروع والسلاسل التجارية الكبيرة المشاركة مع وزارة الداخلية في هذه المبادرة. نقطة مهمة جدا لفت نظرنا من خلال السلاسل التجارية المشتركة ومن خلال أيضا منافذ البيع الخاصة بوزارة الداخلية. خلينا نقول لكم كمان أن المبادرة دي راعت توافر كل الاشتراطات والإجراءات الوقائية والصحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، في طبعا الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي بتقوم بها الدولة في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد. خلينا نروح مع حضراتكم نشوف فيديو عن المبادرة ونرجع نكمل معاكم مرة ثانية. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. استمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية والذي يهدف لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وفي إطار إجراءات الدولة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، فقد أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 12 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، ويمكن للمواطن الحصول عليها في أي وقت دون الحاجة للتكدسات بما يكفل سلامة المواطنين. المكان كله بالكامل معقم من بداية دخول العميل إلى الكاشير اللي بتعامل معاه إلى البائعين الموجودين في الممرات. جميع السلع الاستراتيجية الخاصة بالمستهلك اللي هو أنا البسيط جدا متوفرة في جميع الأسواق. بنشكر السيد الرئيس على كل اللي هو بيعمله لينا. المبادرة طبعا جميلة جدا والأسعار حلوة، وإن هو كمان محافظ على صحتنا والأمان في المكان. الكميات متواجدة في السوق، في رقابة جامدة على السوق المصري في ضبط الأسعار وتوفير الكميات. فرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك بتبان، متشافه مش بس كلام. وتتوافر تلك السلع بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية المشاركة في المبادرة، والتي تصل إلى 776 فرعاً ل 18 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية. وبيجي دور وزارة الداخلية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بمثل هذه المبادرات عشان تأكد لك وتثبت لك إن إحنا عاملين كنترول على السوق، والسوق تحت المتابعة وتحت السيطرة. في فرق في الأسعار طبعاً بال 20 جنيه والله في الحجم. الحمد لله الأسعار كويسة وأفضل كتير من أماكن تانية يعني. أتمنى من الناس إنها تاخد على احتياجاتها. وأقامت مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار تجار الجملة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، إضافة إلى سيارات متنقلة محملة بتلك السلع تجوب الشوارع والميادين والقرى لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من هذه المبادرة. وتناشد وزارة الداخلية المواطنين باتباع إجراءات الوقاية التي أطلقتها الجهات المعنية وتجنب الزحام وترك مسافات آمنة أثناء قيامهم بشراء السلع حفاظا على سلامتهم. نظام برضو حلو قوي في حته الدخول لاي مكان، موضوع التطهير برضو الطابور، الناس بتراعي موضوع التواضير، بتراعي موضوع التطهير برضو، الناس بتخش الكمامات. انا احس ان كل حاجه مش زي ما الناس بتقول، الحمد لله الحاجه موجوده، يعني ما لقيتش حاجه مثلا ناقصه او كده، ولقيت الاسعار. الحاجه الغريبه اني لقيت الاسعار نزلت، فدي حاجه يعني مختلفة بصراحة. يعني بنشكر طبعا سيادة الرئيس. يحميك يا بلدنا يا بلد الأمن والرضا. أهلا بحضراتكم من جديد.
استاذ طلعت قال كات استاذ اسامه وقطع على الاستاذ. زي ما حضرتك شفتوا دي مبادره كلنا واحد، مجهود عظيم بتقوم بيه وزاره الداخليه بجانب طبعا دورها التاميني وفي عمليه فرض يعني او المساهمه، مش عايزين نقول فرض، هو يعني المساهمه في نشر الوعي ما بين الناس عن طريق حظر التجوال الجزئي اللي بيبدا زي ما حضراتكم عارفين كل يوم من الساعه 7 مساء. ولكن على الجانب الاخر يا احمد، مع اقتراب شهر طبعا رمضان طبعا مجهود اجتماعي وخدمه المجتمع، وطبعا داخلين على رمضان كل سنه وحضراتكم طيبين، نسبه الخصم محترمه جدا، بالاضافه طبعا باقي المبادرات. يعني امبارح كنا بنتكلم على مبادره وزاره التموين وتخفيضات تصل ل 20%، بنشوفنا في الفيديو طبعا كل السلع موجوده تقريبا. ويلفت نظري دايما شغلي الفيديو حلو، فلازم اشكر بقى اداره العلاقات والاعلام بوزاره الداخليه، بيعملوا مجهود اعلامي على اعلى مستوى الصراحه دلوقتي، كل الشكر ليهم. خلينا نروح مع بعض بقى نشوف خدمات صباح الورد النهارده، أسعار العملات والذهب والخضروات، ونرجع نكمل مع بعض مرة ثانية. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، وطبعا لسه بنتكلم عن فيروس كورونا، لكن قبل ما نشوف في مصر خلينا نروح نشوف معاكم في الولايات المتحده ايه الاوضاع سائد فيها بصوره كبيره جدا ومخيفه. الارقام بتقول كده، حسب اخر احصائيات الولايات المتحده سجلت امبارح ما يقرب من 16,000 حاله اصابه جديده، وارتفاع اجمالي عدد الاصابات فيها لحوالي 204,000 حالة إصابة، نسب كبيرة جدا وسريعة في الانتشار جدا يا أسامة. وربما ده اللي كان متوقع من البداية واتكلم عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخلية إدارة الأزمة بشكل عام اللي كونتها الإدارة الأمريكية من بداية الأمر. يعني خلية أزمة بيتكون فيها الرئيس ومايك بينس وكمان رئيس منظمة الصحة والأغذية في الولايات المتحدة، يعني كان الأمور بالنسبة لهم كانت أكثر وضوحا من بداية الأمر. خلونا نعرف أكثر تفاصيل الوضع هناك عامل إزاي، وكمان نطمن على المصريين الموجودين بالولايات المتحدة عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية. تنضم إلينا الدكتورة ماجي الجندي وهي إحدى المصريات المتواجدة في ولاية نيويورك الأمريكية. صباح الورد عليك يا دكتورة ماجي. صباح الخير أو مساء الخير عندنا، صباح الخير لمصر وشعب مصر كله. طيب دكتورة دكتورة ماجي، خليني أبدأ معاكي بالكلام الأول عن الولايات المتحدة بشكل عام. عايز منك إطلالة، أنت أولا المفروض أنك في نيويورك، يعني نيويورك من الولايات اللي نسب الإصابة فيها عالية، أولا ربنا يسلمك ويسلم كل العالم يا رب ويسلم كل الأمريكيين بإذن الله، لكن يعني عايز أعرف منك إطلالة كده على نيويورك، وكمان إطلالة عامة على الولايات المتحدة بشكل عام. نتكلم عن أكثر من 200,000 إصابة سجلتهم الولايات المتحدة حتى الآن.
للأسف الشديد الأعداد في الولايات المتحدة بتزيد يعني بأعداد مهولة. الحقيقة الوضع مخيف. يعني لو هنتكلم عن أني موجودة النهاردة في أمريكا، أنا أرجح أن أنا أرجع مصر بالنسبة لي أسلم. عدد الإصابات دلوقتي في الولايات المتحدة تقريبا عدد الحالات عاملة حوالي 215,300 حالة في الولايات المتحدة الأمريكية. 5,100 حالة وفاة. وفي الحالات اللي هم دلوقتي بيتعالجوا أو اتعالجوا they recovered يعني خفوا من الحالة، وده حوالي 8,800 حالة. نيويورك بس لوحديها عدد الحالات فيها 83,900 حالة، يعني تقريبا نص الحالات اللي في الولايات المتحدة كاملة يعني. ولاية نيويورك بالظبط، مظبوط. طب دكتور ماجي، بعد اذنك، بخبرتك برضو وبعدك الاعلامي، اكيد امريكا من الدول الكبرى او الدولة الاكبر، يعني اكيد عامله اجراءات احترازيه كتير، سبب الانتشار السريع ده ايه؟ والله انا هقول لك على حاجه مش هتتخيلها. يعني للاسف الشديد احنا لو عملنا مقارنه مثلا ما بين مصر وما بين امريكا، انا اقدر اقول لك ان مصر اخذت احتياطاتها اكتر من امريكا بكتير. هي. لان مثلا عندك مطارات في نيويورك، جي اف كي مطار لغايه النهارده احنا بنستقبل، مثلا انت امريكاني في اي حته في العالم احنا لسه بنستقبلك. ما عندناش لسه، عندنا ناس بتيجي من دول العالم وعادي الطيران شغال. فانا اعتقد من خبرتي ان للاسف الشديد ترامب ما اخدش احتياطاته الكامله اول الفيروس ما ظهر. يعني احنا عندنا مثلا الرئيس عبد الفتاح السيسي اول ما ابتدى الحالات عندنا في مصر تبتدي تزيد، او مش عايز اقول لك حتى تزيد، الرئيس قفل المطارات من اول ما بدا الفيروس ده يطلع. انما احنا عندنا ترامب كان كل اللي همه الاقتصاد بتاع البلد، وخلي الطلاينة يجي وخلي الصينيين يجوا وي وي وي، وده كان السبب الرئيسي ان نيويورك، انت عارف نيويورك يعني مدينة كل الجنسيات طبعا، احنا كل انحاء العالم بتيجي هنا. طب انطباع الشعب الامريكي يا دكتور ايه عن عدم وجود الاجراءات دي او تاخر الاجراءات لاسباب اقتصاديه زي ما حضرتك قلت، الشعب نفسه بيتكلم بيقول ايه؟ الشعب الامريكاني اولا انا عايز اقول لك، يعني انت عارف طبعا الانتخابات بتاعت الولايات المتحده قربت، انتخابات الرئاسه، انتخابات الرئاسيه، فالناس كلها اعتقد ده فكري، انا ما اعرفش طبعا، ما اقدرش اتكلم عن لسان الشعب الامريكاني كله، بس الشعب الامريكاني كله عارف جات له خيبه امل من الرئيس، لان احنا كل همنا، احنا في الاول وفي الاخر احنا بنتعامل مع رئيس كل همه البيزنس والفلوس والاقتصاد، ما هموش الشعب بتاعه. فالشعب الامريكاني مستاء جدا. لما تيجي تفتح قنوات CNN مثلا، NBC بيهاجموا الرئيس ترامب، انت ما خدتش احتياطاتك. يعني هو لسه كان طالع عامل تصريح بيقول يا جماعه ما تقلقوش، احنا في العيد في شهر 4 كلنا هنرجع تاني وهنروح الكنايس وهنفتح. انت بتتكلم في ايه؟ نفتح ايه؟ ما ينفعش، احنا عندنا الاصابات بتزيد، وهو بيتكلم في عالم تاني، والناس اللي فاهمه، الدكاتره اللي فاهمين بيقولوا له انت ما ينفعش تطلع طول تصريحات من دماغك. لما الدنيا بدات تسوق والاعداد بدات تكتر وبقى العالم كله بيتكلم عن ان امريكا دلوقتي بقت مصدر وباء، هو دلوقتي بقى شايف انه لا، احنا بقينا في وضع خطير. الشعب الامريكاني انا عايزه اقول لك، انت بتتكلم ايه الاحتياطات اللي واخدينها؟ لا، انا ممكن اقدر اقول لك ان مصر واخده احتياطات اكتر من هنا بكتير. انا ذات نفسي جالي دور برد، شكيت ان انا عندي كورونا، رحت دخلت للدكتور، اولا ما رضيش يدخلني، وبعد كده راح قايل لي انت لازم تروحي مكان تعملي فيه تيست. رحت مكان لقيتهم بيقولوا لي احنا ما عندناش تيست في اي حته. انت متخيل انا بكلمك ان احنا في نيويورك؟ احنا مش في دوله في افريقيا، احنا في نيويورك ما عندناش تيست كفايه. ده سبب اكيد يا دكتور من اسباب الانتشار طبعا، مفيش كلام. طب انا ما بدات السكايب مع حضرتك نسيت اشكرك طبعا، انا عارف ان عندكم الفجر دلوقتي، فحضرتك طبعا سهرانه عشان تكوني منورانا ومشرفانا، بس لقيت في ابتسامه، هل الابتسامه دي سبب انك راجعه مصر قريب؟ انا عارف ان حضرتك راجعه يوم 4 اعتقد.
دي حقيقة، دي حقيقة. يعني الحقيقة أنا يعني على قد ما أنا متخوفة من موضوع الحجر والكلام ده، بس على الأقل مش حاسة بالخوف اللي أنا حاساه هنا دلوقتي، لأن أنا متأكدة إن أنا في مصر. يعني أنا سمعت من أهلي إن الناس في مصر كلها بتساعد دلوقتي، وإن الحمد لله إن الدولة والحكومة عاملة حاجات كتير للبلد، فده مريحني نوعا ما، إن أنا حاسة إن أنا هروح هبقى يعني الناس هتاخد بالها مني، فاهم؟ انت هنا لو شفت، انا كنت بتفرج على فيلم وثائقي من يومين بيرمي الجثث في الثلاجات، الموضوع فعلا مخيف. يعني بص انا مش عايزه اتكلم اكتر من كده واخوف اهلي اللي شايفيني دلوقتي او بيسمعوني او اي حد عنده ناس في امريكا، بس فعلا الموضوع مخيف في امريكا، وربنا يستر على امريكا، لان امريكا برضو انا بحب امريكا، بلد يعني اهم دوله في العالم، لكن الوضع فيها سيء. انا افضل ان انا اجي مصر دلوقتي في الظروف اللي انا فيها دي. ان شاء الله تنوري مصر قريبا يا دكتوره ماجي، وباذن الله ربنا يسلمك ويسلم كل الامريكيين كمان وكل شعوب الارض باذن الله، وان شاء الله تنورينا هنا في مصر باذن الله، وتكون تجربه يعني عارفين ان هي تجربه صعبه سواء بالنسبه لك او بالنسبه لاي حد، وخاصه التجربه لما تكون يعني في غربه بتكون اصعب شويه، لكن ان شاء الله باذن الله تنوري مصر قريبا باذن الله، ونطمئن عليكي لما توصلي القاهره باذن الله. احمد، دكتور ماجي، انا عايز بس اسالك سؤال. يعني انت دلوقتي معانا في صباح الورد، هل تتفرج على صباح الورد ولا جود مورنينج امريكا عشان التحيز بس بتاعي؟ بقى طبعا تحيا مصر. تحيا مصر، ترجعي بالف سلامه يا رب ان شاء الله، وتكوني ضيفتنا بقى في الاستوديو تحكي لنا مزيد من التفاصيل ان شاء الله عن تجربتك في الولايات المتحده الامريكيه مع فيروس كورونا. ترجعي لنا بالف سلامه. جدا على استضافتي عندكم في البرنامج، ميرسي. شكرا يا دكتور. دكتور ماجد جندي، اعلاميه عايشه في امريكا، بتحكي لك الوضع يا اسامه هناك في ايه؟ يعني تقول لك انا تجربه شخصيه جالي دور برد نزلت ما ردوش يعالجوها، بعتوها لمكان تاني، ما عندهمش التحاليل. امريكا هو خلينا بس إن يعني نقول انه الولايات المتحده الامريكيه يا جماعه هي قلعه العلم في العالم. خلونا بس نكون واضحين، والحل لابد انه يخرج من الولايات المتحده، عشان بس اي حد بيزايد او بيراهن على اي حد، انا على الاقل دي قناعتي الشخصيه، يعني الحل العلمي هيخرج على ما اظن ربما بشكل كبير جدا من الولايات المتحده. ده بند. البند الاخر هو انه اي خساره بتخسرها اي دوله في العالم هي خساره لمصر. اي خساره مش بس على المستوى الصحي ولكن كمان على المستوى الاقتصادي، لانه الولايات المتحده الامريكيه بيجي لنا منها سياحه قد ايه، بيجي لنا من ايطاليا سياحه قد ايه، بيجي لنا من اسبانيا، بيجي لنا من فرنسا، بيجي لنا من كل دول العالم سياحه، فكل ده طبعا بيصوب اي مساوئ بتتعرض ليها هذه الدول في للاسف بقدر او بشكل او باخر، حتى على المستوى الاقتصادي بعيدا حتى عن الشق الانساني. اما في الاطار الانساني فاحنا كلنا دلوقتي بنتكلم في ازمه هي مش متعلقة لا بمسلمين ولا بمسيحيين ولا بيهود ولا أيا كانت عقيدتك وأيا كانت ديانتك وأيا كان عرقك وأيا كان لونك وأيا كان جنسك، احنا بنتكلم قدام أزمة بتهدد البشرية بشكل عام. الولايات المتحدة الأمريكية في كلام، ممكن نقدر نقول انه ترامب تأخر، ترامب تم بالاقتصاد، ما هو بس في النهاية اللي انا بتكلم فيه هنا انت بتقيم التجربة، انت ما بتجيش على شعب ضد شعب او جايبين مثلا بنرصد الحالة في امريكا عشان نقول احنا احسن، انت بتقيم تجربتك، بتقيم موقفك، بتقيم اجراءاتك هيعمل ايه كدوله. هو دي حاجه، انت كولايات متحده سيبني اختلف بقى معاك في الحته الثانيه. اتفضل. طبعا لا، احنا في 2006 H1N1 لو تفتكر هو العلاج طلع من مصر. انا عندي ثقه في علمائنا وفي الباحثين عندنا ان ليه ما يطلعش العلاج من عندنا. على ريت فكره طبعا. لو تفتكر هنا لما اتكلمنا على علاج الملاريا ودكاتره في امريكا على فكره قالوا انت ازاي بتتكلم في حاجه زي كده وده بيعالج البكتيريا. بروتوكولات العلاج بتاعتك هنا في مصر ونسب الشفاء بتؤكد ان انت بتعمل بروتوكولات علاج مظبوطه لحد دلوقتي بدليل نسب الشفاء عاليه. خليني ابص يعني اتكلم معاك في النقطه دي. انا على علم من بعض الاطباء ببروتوكول العلاج يا جماعه اللي بيتم تنفيذه في الحجر الصحي او في المستشفيات المصريه، هو بروتوكول محترم جدا متماشي تماما مع معايير اللي اطلقتها واتكلمت عنها منظمه الصحه العالميه. لكن خلينا نتكلم برضو في نقطه مهمه ثانيه عشان ما نقولش للناس كلام وفي الجانب وعلى الجانب الاخر نهمل نقطه مهمه جدا، لانه التفاصيل دايما بيبقى فيها شياطين كتير. احنا بنتكلم عن فيروس مستجد، فيروس جديد، حتى الخريطه الجينيه بتاعته لسه العلماء متوصلين لها من فتره قريبه جدا. فكره انك لسه واصل حتى الان لخريطه جينيه متعلقه بفيروس جديد على العالم، ده برضو مصعب الموضوع ومصعب الازمه. اي رئيس النهارده بيبقى قدامه حاجتين، الاقتصاد وحياه الناس. ما هو انا هقعد في البيت وهاخد اجراءات،
بس على الجانب الاخر ما انا عندي اولادي وعندي اسرتي وعندي بيتي وعندي حاجات كتير محتاجه. يعني احنا معاك الولايات المتحده بقى اسامه ليها اجراءات احترازيه كتير سواء لغير القادرين او العمال غير المنتظمه تلاقي الدوله بتتولاه. لو انت تراجعت الاجتماعات كل يوم بتاع مجلس الوزراء امبارح مثلا كان في اجتماع بين رئيس الوزراء ووزير الاسكان اللي بيحسوا على زياده الوحدات السكنيه للاسكان الاجتماعي. صحيح. الدوله شغاله، وزاره الاثار زي ما كنا بنتكلم دلوقتي والسياحه شغاله انها بتمهد، وزاره التضامن بتنزل وتشوف المعاشات، البلد دايره طبعاً. بس انت اجراءاتك الاحترازيه عشان تامن، ما انت زي ما انت قلت العلاج لسه مش موجود دلوقتي. صحيح. المصل او الفاكسين لسه مش موجود دلوقتي، العلاج ايه دلوقتي؟ الوقايه. صحيح طبعا، فانت اجراءاتك الوقائيه كلها كدوله دلوقتي هي في الوقايه. بس خلينا نتكلم بصراحه. يعني من شهرين فاتوا كان الجميع بيعتقد انه مش هيبقى بنفس الوضع ده طبعا. حتى انا فاكر كويس جدا الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال انه يعني دور انفلونزا خلينا. صحيح. يعني وده كانت النغمه السائده في كل دول العالم. صحيح. انه فكره انه وبرضو عشان كان بعيد عنهم يا اسامه. ولا بس انا افتكر الصراحه بقى تصريح لوزيرة الصحه بعيد والصين جاي لنا احنا عارفين كده كده وجاهزين كده كده ان هو جاي طبعا. يعني وبرضو يعني ربنا سبحانه وتعالى طبعا له اقدار، كل اللي نقدر نتمناه دلوقتي ان احنا او نقدر نقوله لحضراتكم ان شاء الله القادم افضل. ثقتنا في الله سبحانه وتعالى كبيره جدا ان شاء الله. مصر الارقام اللي احنا يعني بنسجلها ما نقدرش نقول ارقام صغيره، ولكن على الجانب الاخر نقدر نقول برضو ان احنا ما زلنا في مرحله مستقره. ده بفضل وعي الشعب المصري اللي اثبت بجد ان هو فعلا شعب واعي، ساعه الجد بيكون حاضر بصدق. ومؤسسات الدوله المصريه الشرطه عامله دور عظيم بجد والله، يعني له نفاقا لحد ولا اي حاجه، بس الشرطه المصريه عامله دور عظيم جدا 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 فوق ما اي حد في حضراتكم يتخيل. تخيلوا ضابط يطلع من الساعه 7 طبعا يبقى مطالب انه يفضل كل مع التقلبات الجويه وكلام من الساعه 7 للساعه 7 12 ساعه في الشارع، ويروح يبقى مطالب ربما يكون عنده اصلا شغل. يعني خد بالك بيرجع لشغله بقى المكان الاساسي يعني يكون عنده شغل. صحيح. فيعني برضو وعي الشعب المصري، عايزين مزيد من التكاتف، مزيد من الإجراءات، وإن شاء الله تبقى فترة صعبة وتعدي بإذن الله. الأمل في ربنا سبحانه وتعالى موجود. عايزين حضراتكم تدعوا، بس ما تدعوش لحد معين، يعني ادعوا لمصر كلها وادعوا للعالم طبعًا كله طبعًا. ربنا يفك الكرب عن العالم كله يا رب، وبإذن الله تعود، يعني تعود المساجد تفتح أبوابها والكنائس تفتح أبوابها والمعابد وكل مكان مقدس بالنسبة لأصحابه يفتح أبوابه مرة تانية من جديد بإذن الله. ويا رب ان شاء الله. لا وانا لفت نظري بقى في الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله، ان دكتور ماجي في امريكا بتتفرج على صباح الورد، ما بتتفرجش على جود مورنينج امريكا. انا بقى في تحيز هنا، فده يفرق معايا كتير جدا ويحملنا مسؤوليه بقى. وباذن الله لما تشرف مصر ان شاء الله يكون لينا يعني نسعى ان شاء الله انها تكون موجوده معانا هنا وتكون موجوده مع حضراتكم ان شاء الله من خلال صباح الورد. ودايما يا رب ايامكم كلها ورد. ومستحررنا هو بياكد عليا هكون موجوده معانا ان شاء الله، اول ما توصل مصر باذن الله هكون موجوده ضيفتنا ان شاء الله. ده بعد الحجر. بعد الحجر طبعا. يعني رئيس التحرير بس كده يبقى عارف يعني. او انا مش موجود في الحلقه ونجي لك انت بقى. ان شاء الله. ودايما يا رب صباح حضراتكم صباح جميل ولطيف، وان شاء الله تبقى نهايه اسبوع جميله، وباذن الله الاسبوع القادم يكون اجمل واجمل باذن الله. نروح مع حضراتكم دلوقتي الى فاصل، بعد هذا الفاصل هكمل مع حضراتكم الزميل احمد خيري وفقرات مهمه جدا فيها كلام برضو عن كورونا اللي مقعدنا كلنا في البيت او مقعد حضراتكم في البيت زي ما حضراتكم شايفين. فان شاء الله يكون يوم لطيف وجميل باذن الله. بعد الفاصل فقرات مهمه جدا، ودايما يا رب صباحكم صباح الورد. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه عشان نبدا اول فقراتنا، وطبعا بنتكلم عن فيروس كورونا وفي اطار محاربه بقى الدوله المصريه لكل الاجراءات المهمه اللي ممكن تتخذها لمواجهه خطر التحرك طبعا لفيروس كورونا. حظر التحرك، واللي بيقول المواطنين بلاش نزول من الساعه 7 لحد الساعه 6 صباحا، وسائل النقل العام والخاص هي كمان بتلتزم بالبدء ده. خلال الفتره اللي فاتت شفنا التزام كبير صراحه من المواطنين، وتفاصيل كتير بخصوص حظر التحرك هنعرفها من ضيفنا منورنا في الاستوديو اللواء دكتور ايهاب يوسف الخبير في اداره المخاطر الامنيه. يا استاذ اللواء صباح الورد. صباح الورد يا فندم، ليا الشرف ان انا مع حضرتك وتحياتي للشعب المصري كله. شرف لينا يا استاذ اللواء. نستفيد بقى من خبراتك من خلال فقرتنا النهارده، شفت الاجراءات الاحترازيه اللي اتخذتها الدوله ازاي الاول بصوره عامه؟ لما نقسم الموضوع ده، وده موضوع غايه في الاهميه لان احنا بنتكلم على مرض خفي.
او فيروس خفي بيصيب المواطنين مش بس في مصر ولكن في العالم. فالعالم كله النهارده في عمليه اختبار مهمه جدا. لما نبص على مصر نلاقي ان الحمد لله لحد دلوقتي الامور في معدلاتها اقل من الطبيعي كاصابات، الحمد لله نسبه الشفاء في العلاج اعلى من المعدلات الطبيعيه. صحيح. نسبه الوفاه محدوده جدا الحمد لله من فضل ربنا سبحانه وتعالى بالمقارنه لدول العالم. تيجي تبص حياتك في مقارنه سريعه بين مصر وبين اعظم الدول اقتصاديا او تكنولوجيا، لو اتكلمنا على المانيا، ايطاليا، اسبانيا، امريكا، هتلاقي لا ان الحمد لله ربنا حافظ مصر جدا. في ضوء ده كان مطلوب من القياده السياسيه واداره الدوله اللي هي متمثله في مجلس الوزراء ان هم ياخدوا مجموعه من القرارات. لان زي ما حضرتك تفضلت، هو الفكره في الفيروس ده ان هو الضرر بتاعه او الخطوره بتاعته بتكمن في سرعه الانتشار. صحيح. فازاي نقدر نحد من عمليه سرعه الانتشار وبالتالي نقدر نضمن قدر الامكان ان احنا ما نصابش بعدد كبير وبالتالي ننجو من هذه الوباء الى ان يصدر، يعني يطلع بقى فيه فاكسين مثلا او علاج او او او. هنا القياده السياسيه ومتخذ القرار اللي هي الحكومه ابتدوا يفضلوا بين مجموعه من الحلول او المعادلات. احسن حل في العالم ان انت تقعد الناس كلها في البيت. صحيح. وتكشف عن الناس كلها، واللي عنده اشتباه في فيروس تعالجه. تمام. او تعمل له الحجر بتاعه ل 14 يوم بس. تمام. ده طبعا شبه مستحيل لان انت محتاج تكلفه عاليه جدا، اعظم دول العالم اقتصاديا ما قدرتش تعمل ده. فابتدت الدوله من منظور اداره المخاطر او من منظور اداره الازمه ابتدت تقسم الخطر اللي احنا موجودين فيه لثلاث مراحل، وقالوا ان لو عندنا من 1 إلى 100 فاحنا كده في مرحله 1. تمام. لو ما عندنا من 100 ل 1000 احنا كده في مرحله 2، ولو لا قدر الله طلعنا فوق ال1000 ده هنبقى مرحله 3، وكل مرحله من دول هتتحط ليها خطه وتحط ليها اجراءات او تنفيذ. فده شيء رائع في فكره تقسيم وفكره توزيع الاختصاصات وفكره وضع حلول وضع استراتيجيه في المواجهه، ده شيء مهم. طب نيجي للاجراء، من ضمن الاجراءات اللي اتخذت وهو الاجراء الامني وما يسمى بحظر التحرك. حظر التحرك انا لفظ بنطقه صح ولا حظر التجوال وبيتقال ايه بالظبط؟ هو يعني هنطلق عليه حظر التحرك. حظر التحرك. احنا هنا بنتكلم على فكره تعاون بين مواطنين ودوله. تمام. الدوله حريصه على صحه المواطنين فخدت مجموعه من الاجراءات زي ما حضرتك تفضلت، منها حظر التحرك من الساعة كذا للساعة كذا، من 7 مساء ل 6 صباحا. صحيح. الأوتوبيسات والمواصلات العامة يتم غلقها في هذه المدة، المحلات تقفل قبلها بساعتين، وكل المحلات تكون قافلة بما فيها المولات وكل الحاجات دي من أيام العطلات اللي هي الجمعة والسبت. الهدف من ده هو تقليل حركة المواطنين، مش يعني مش حظر تجولهم، ولكن هو تقليل الحركة بحيث ان ده في الآخر بيقلل عمليات الاحتكاك وبيقلل عمليات نقل الفيروس فيقلل من انتشار الفيروس. وده الهدف. تمام. الهدف النهارده يعني ممكن الواحد لو ليه ان هو يثني على الاداره وعلى القياده السياسيه وكمان يثني على الاعلام، لان الاعلام بيتناول المواضيع بصوره توعويه مهمه جدا. صحيح. والناس النهارده كلها فاهمه ان في دايره للفيروس ده، مهم جدا ان احنا نقطع الدايره دي عشان ما يوصلليش. فلو كنا بنتكلم على نقل فلوس، لو كنا بنتكلم على ان انا بشيل حاجه او باخد حاجه وبحط ايدي على حاجه، كل ده في الاخر هو بينقل الفيروس. فازاي اقدر اغسل ايديا؟ ازاي احط المطهرات؟ المهم ان احنا نقطع الدايره بتاعه نقل الفيروس. وطبعا عندنا لازم لو هنشكر حد لازم نشكر كتيبة الأطباء والممرضين وكل الأبيض. من يعمل في مجال الحجر الصحي، لأن هم بيحطوا نفسهم في خط الدفاع الأول على أساس أنهم يحموا الشعب المصري. طب بيحموا الشعب المصري من إيه؟ بيحموا الشعب المصري من فيروس مجهول خفي محدش عارف إزاي يقدر يواجهه. فبالتالي ابتدت الدولة تاخد مجموعة من القرارات زي ما كنا بنتكلم، ومن ضمنها تقليل حركة المواطنين في ساعات معينة بحظر التحرك. شفتوا إزاي بقى يا سيادة اللواء بخبرة حضرتك كده في أول أسبوع، سواء من وزارة الداخلية في التعامل أو سواء من المواطنين؟ المواطن مدرك خطورة المرحلة، وبالتالي هو شايف أن القرارات دي في مصلحته، وبالتالي بيساعد الدولة في إنفاذ القانون. تمام. الدولة واخدة الموضوع بجدية شديدة، وبالتالي بتقوم بدورها في منتهى الجدية ومنتهى الحزم، وفي نفس الوقت مع مراعاة يعني مصالح المواطنين وظروفهم الصحية وظروفهم العامة. فنلاحظ أن السيد وزير الداخلية نزل في أول يوم من صحيح. تطبيق الحظر، وعمل جولة في مجموعه من الميادين وادى تعليمات كانت واضحه جدا اللي هي حزم وانفاذ القانون بصوره حاسمه جدا، وفي نفس الوقت مراعاه البعد الانساني لكبار السن والحالات المرضيه والظروف الطارئه. فهنا التوازن ده مهم جدا، وفي نفس الوقت ده ما خلاش الداخليه تنشغل بس بعمليه حظر التحرك، ولكن ابتدت تتوجه الى المضاربين بالسلع
تم ضبط مجموعه منهم اللي بيتاجروا في السلع المغشوشه او المخلده في الظروف اللي احنا فيها والاحتياج، فتم مواجهتهم. غلق الاماكن التعليميه الغير مصرح بها في اوقات العمل، ما يسمى بسنوات الدروس الخصوصيه. بالظبط. والنهارده يمكن كمان من 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 الحاجات الجميله ان وزاره الداخليه اطلقت مبادره كلنا واحد، دورتها ال 12، الدوره ال 12. فيعني عايز اقول ان الدوله ماشيه في كذا منحى، وده مهم جدا ان احنا نبقى شايفين ان الدوله مش ما انسحبتش في فكره الازمه وانعزلت فيها، ولكن لا، هي بتواجه الازمه وفي نفس الوقت بتشتغل على كذا محور تانيين مهمين جدا. وكلها محاور تنميه ست اللواء حاجة لو تاخد بالك، لا كلها محاور تنميه. انت ماشي في انشاءاتك عادي جدا، ماشي في مشروعاتك عادي جدا، ماشي في مشروعاتك الحمايه الاجتماعيه لوزاره التضامن عادي جدا، بالاضافه للاجراءات الصحيه. بس هنرجع تاني لدور وزاره الداخليه حاجات اتكلمت فيه. في بعض الفئات المستثناه، حضرتك شايف الفئات المستثناه دي، وده معنا احنا من ضمنها يعني وسائل الاعلام، استغلت ده في اول اسبوع صح ولا لا؟ ولا المفروض ما كانوش يستثنوا؟ يعني تجربتك هنا ايه؟ ما خلينا برضو نكون واقعيين. هو الفئات المستثناه مستثناه لظروف عملها طبعا، مش لظروف ثانيه، وبالتالي مهم جدا حضرتك كاعلامي ان انت تتحرك، ولكن من انطلاقا من مسؤوليتك. واحنا هنا بنشيد بالمسؤوليه المجتمعيه للفرد، كل فرد فينا. لو انت شايف ان انت مش نازل عشان تؤدي خدمه للدوله في مجال الاعلام، فانت تحولت من ان انت اعلامي الى ان انت مواطن عادي. صحيح. يبقى المفروض نفس الحكايه بالنسبه مواطن عادي ومضر، ما انت بتضر نفسك وبتضر الباقيين، فانت هنا مش مواطن عادي بس. بالظبط. فالمواطن العادي المفروض ان هو يلتزم بالتعليمات. لو احنا بنتكلم على ضابط الشرطه، امين الشرطه، ضابط القوات المسلحه، اي حد خارج اطار العمل بتاعه مش مفروض ان هو يستخدم هذا الاستثناء، وبالتالي فمفروض ان احنا كلنا بنطبق الاستثناء ده او بنستفيد منه في حالات تقتضيها طبيعه العمل بتاعتنا. بس خلينا نرجع تاني، المواطن المصري لو احنا بنتكلم على الارياف او بنتكلم على الصعيد، ادرك خطوره المرحله. ده مهم. الشيء الثاني ان هو ادرك ان تعاونه مع الدوله شيء الزامي وما فيهوش مجامله، لان صحيح. هو شايف ان الدوله ماشيه في اتجاه صحيح. علينا ان احنا، ويمكن استغل ان انا مع حضرتك النهارده، في ان احنا لازم نوعي المواطنين في المرحله الجايه، لان احنا لسه مش عارفين هل احنا هتبتدي تنقشع هذه الغمه. صحيح. ولا لسه ولا احنا قدامنا شويه. فهنا لازم نبتدي نتكلم على استهلاك المواد الغذائيه وقدرتنا على استهلاكها، لان طبعا زي ما حضرتك عارف ايا كان حجم المخزون اللي موجود عند الدوله او عند دول العالم، لان النهارده كله عنده مشاكل، لازم يكون الاستهلاك محدود. يبقى انا بالتالي لازم ابقى مدرك، زي ما شفنا في اول اسبوع مثلا في ناس نزلت تكلبت على السوبر ماركت، بس الحمد لله الظاهره دي اختفت دلوقتي، لان المواطن هي اختفت. والله ست اللي هو بالتواصل مع كل الجهات المعنيه سواء وزاره التموين وزاره الزراعه بيؤكدوا لا احنا عندنا من المخزون الاستراتيجي لكل السلع اقل سلعه 3 شهور ل6 شهور ل9 شهور، فما عندناش مشكله في ده. بس هو كان عندهم مشكله زي ما حضرتك بتتكلم بقى في الاحتكاك، او في ان يبقى في اختلاط كبير جدا من خلال بقى السوبر ماركت او من خلال المنافذ او المولات. يعني هو دي مشكلتهم بس في الاختلاط، انما السلع مطمننا الحمد لله ان فيه. هي موجوده، بس هي في الوقت الازمه المفروض ان انا ما اكثرش من الاستهلاك. صحيح. يعني انا لو في العادي بشرب شاي 5 مرات في اليوم، المفروض ان انا في المرحله اللي احنا فيها دي اقلله شويه. لو بحط كذا معلقه سكر، المفروض ان انا اقلله شويه، مش عشان خاطر ما فيش، ولكن عشان انا مش عارف امتى المشكله هتخلص. وبالتالي انطلاقا من حرصي على مصلحه الدوله بصفه عامه، احنا 100 مليون واحد، لو كل واحد فينا طبق التقشف ده على نفسه في هذه المرحله، اعتقد ان احنا بدل 3 اشهر او 6 شهور ممكن نمتد لسنه من المخزون بتاعنا. ده مهم ان احنا نبقى عارفين. طب هرجع لنقطه مهمه تاني في حظر التحرك، وهو الاجراءات بقى القانونيه اللي تتخذ عند اي حد هيخترق الحظر. يعني في بعض القوانين وبعض اللوائح، ايه يا ست اللواء من ضمنها؟ عايز افكر تاني كل الساده المشاهدين بيتفرجوا علينا، عند اي اختراق دون سبب طبعا او دون استثناء من الفئات المستثناه، ايه الاجراءات اللي بتتاخد؟ خلينا نبقى عارفين الاول ان احنا بنشتغل تحت مظله قانون الطوارئ في هذه المرحله. تمام. وتطبيقا لده، السيد رئيس الجمهوريه فوض السيد رئيس مجلس الوزراء في بعض الصلاحيات وفي انفاذ قانون الطوارئ اللي على ضوءها السيد رئيس مجلس الوزراء اصدر التعليمات او الامور اللي اتقال عليها بما فيها من حظر التحرك في اوقات معينه وغلق المحلات و و و و. تمام. اي مخالفه لده بيوقع المواطن تحت طائله القانون، وبالتالي بيتم عقابه بما يقتضي اما حبس او غرامه. الغرامه قد تصل الى 10,000 جنيه او كلاهما اعتقد، او كلاهما حسب ما يتراءى للسلطه القضائيه. وفي نفس الوقت اللي الناس مش عارفاه ان من شان قانون الطوارئ ان هو يتم، ممكن من شان يعني من شان قانون الطوارئ ان هو بيمكن الدوله انها تصادر الادوات المستخدمه في الجريمه. وبالتالي لو حضرتك بتتحرك بعربيتك او بتتحرك بالموتوسيكل بتاعك
في أوقات خارج الإطار المسموح به وتم ضبط الشخص واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، قد يتم حبسه ومصادرة المركبة اللي هو كان ركبها، وده قانوني 100%. طب خلينا نفسر الإجراء ست اللي هو بيحصل إزاي. يعني السيد الضابط أو الأمين وقفني في الكمين المعمول من وزارة الداخلية عشان أنا في اختراق للحظر، بيعمل لي بقى محضر مثلا والنيابة هي اللي بتقر بقى بمصادرة العربية أو بالغرامة أو بالحبس، ولا هو اللي بيصادر الضابط في ساعتها؟ لا، هو احنا بنطبق قانون الطوارئ ولكن لا يتم تطبيقه بالصورة الشاملة اللي هي إصدار قرارات اعتقال أو ما شابه، ولكن بيتم ضبط المتهم، احنا هنعتبره متهم لأنه مخالف القانون في هذه المرحلة. بيتم احتجازه في نقطة الكمين إلى أن يتم توجيهه إلى القسم، وتم عمل محضر بالنسبة له ويتم عرضه على النيابة العامة، سواء في بنتكلم في النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة العليا. صحيح. وبيتم اتخاذ الإجراءات وفقا لما تراها النيابة. هنا هنا ال- 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 السلطة التقديرية الأولية موجودة لدى ممثل السلطة التنفيذية في الكمين. فالشخص اللي واقف في الكمين ده من حقه ان هو يفحص ومن حقه ان هو يفهم ايه الموضوع، ولو شاف ان في ظرف ضرورة او حاجة قهرة او حاجة تستدعي ان حضرتك تتحرك، ممكن جدا او من صلاحياته ان هو يسمح لك بالتحرك. ولكن ده معناه ان انت هتقف في الكمين تاني وكمين تاني وكمين رابع. لو شاف ان لا وده لا يجوز فيه التحرك، وبالتالي بيتم اصطحاب الشخص الى القسم الشرطه. ده ممكن يتم في دقيقتها او عند توفير الشخص اللي هيصاحب هذا المن ادم. وتاكيدا لكلام حضرتك، شفت كل الساده الضباط صراحه بيتعاملوا بمنتهى الرقي مع حتى الحالات اللي تم التعرض ليها، سواء هم بداوا يوصلوا مثلا حالات مرضيه شفناها في القاهره في اكمنه كتير، شفناها في دمياط، شفناها في محافظات كتير، هم اللي كمان بيبادروا المساعدة للحالات اللي جات لهم، سواء حالات مرضية أو بعض الأشخاص اللي اتأخروا نتيجة تأخر المواصلات، وزارة الداخلية هي اللي وصلتهم. فهو مشكورين الصراحة كل السادة الضباط في كل أنحاء الجمهورية، تعاملوا برقي جدا. هنا ما أعرفش أسميه بقى روح قانون أو أسميه من صلاحياته، بس تعاملوا برقي محترم جدا ست اللواء. هو زي ما حضرتك تفضلت، إحنا في النهاية بنتكلم على نسيج الشعب المصري الأصيل. صحيح. الشعب المصري شعب مدرك جدا لأبعاد المرحلة، مدرك لأهمية وخطورة المرحلة، وفي نفس الوقت عنده رغبة في التعاون. احنا لو عشان كده من ناحية تانية هتلاقي ان معدلات الإصابة اقل من المعدلات العادية. الحمد لله في امل كبير ان احنا ننجو من هذه المرحلة، في متابعة من كل الجهات، في ثناء من منظمة الصحة العالمية على الوضع في مصر أكثر من مرة. صحيح. وده جاي منين؟ جاي من إن إحنا شعب أولاً مؤمن بالله سبحانه وتعالى، بيأمل في بكرة أمل خير، ما عندوش استعداد أو ما بيفضلش إن هو يتجه إلى اتجاهات انحرافية أو ارتكاب جرائم، وفي نفس الوقت المؤمن إن القيادة بتاعته أو الإدارة بتاعته في هذه المرحلة بتتخذ إجراءات سليمة، وهو راضي عن إدارة الأزمة في هذه المرحلة. اللهم إلا فيما نظر، وطبعا الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. فمن ضمن المنظومة دي هي ضباط وأفراد وأمناء الشرطة اللي بيقوموا بالدور بتاعهم في غاية من الاحترام والتواصل. وفي نفس الوقت خلي بالك إن الواقف في الكمين ده بيفحص حد، ما هو ممكن يكون الحد ده عنده فيروس أو حاجة. صحيح. فهو واقف بيعرض حياته للخطر، واقف موجود في وقت انت مش موجود فيه، انت بالعكس انت مرتاح في بيتك. فهنا لازم نقدم لهم تحيه شكر، وفي نفس الوقت لازم يكون متعاونين. لا، وتحيه شكر صراحه للقائمين على وزاره الداخليه، بشكر طبعا معالي وزير الداخليه. لحاجه ثانيه يا استاذ اللواء، انا ملاحظ كمان طرق التعامل ما بين الضابط والمواطن اختلفت الفتره اللي فاتت، واضح ان في شكل من اشكال التدريب حصلت. يعني بقول لحضرتك، هو اكيد واقف وممكن يكون في شغل الصبح وبعدين واقف في كمين لمده 12 ساعه بالليل، هو انسان في الاول وفي الاخر ومضغوط نفسيا وصحيا، بس برضه تلاقي التعامل اختلف تماما. ده حصل نتيجة تدريب، نتيجة ايه بالظبط يا استاذ اللي حصل؟ هو ايمان المصريين كلهم، مش بس الشرطة او المواطن، ولكن المصريين كلهم على ان احنا في مركب واحدة. وبالتالي انا مش مطلوب ان انا اكون ند لحضرتك او ان انا ضايقك، وفي نفس الوقت لازم اسيب حضرتك او اساعدك او اكون معاون ليك في اداء الرسالة بتاعتك. وبالتالي حضرتك كضابط شرطة او كامين شرطة او كفرد بتفحص شيء معين، انا دوري ان انا اساعد حضرتك في ده، مش ان انا اكون عائق بالنسبه لك في ان انت تعمل دور. لان انت في النهايه بالدور اللي حضرتك بتعمله انت بتساعدني في ان انا اقدر امن اما صحتي او سلامتي او الحياه العامه بالنسبه لي. وهنا اصبح التعاون المطلوب. شفنا على فترات سابقه ازاي حصل فجوه او جفوه. صحيح. بين الطرفين، وازاي ده أنتج ضرر كبير للدولة المصرية. النهاردة الكل مدرك أن احنا في مركب واحدة، ويمكن ده كمان بيكون ليه مردود مهم جدا في الاستجابة للشائعات. لأن زي ما حضرتك تابعت والناس كلها تابعت،
في كثير من الشائعات بتطلع على السوشيال ميديا بتكون فيها بيانات خاطئه. على ضوء ده تم اتخاذ قرار بان هم تم تغليظ العقوبه على مروجي الشائعات، وسيتم اتخاذ حاسمه، اجراءات حاسمه بالنسبه لهم. ولكن هنا اللي يهمني ايه هو استجابه المواطن المصري. لو احنا عملنا مقارنه سريعه بين استجابه المواطن المصري للسوشيال ميديا في 2011 يناير واستجابته دلوقتي هتلاقي فرق كبير جدا. المواطن بقى بيفرز المعلومه، بقى عنده من الوعي يا ست اللي هو كتير جدا. وحاجه تانية ساعدت هي سرعه تداول المعلومه من المصدر نفسه، من المسؤولين، من الوزارات المختلفه. كان زمان في تباعد في المعلومه، ممكن توصل للجهه المعنيه عشان ترد عليك، ممكن ما تردش. سرعه دلوقتي الرد على الاشاعه على طول من كل الوزارات، مش وزاره الداخليه بس، فرق كتير في الحد من الاشاعات. ده مهم جدا، لان كلنا مرينا مرحله تجرب وتعلم، فكلنا اتعلمنا من المرحله اللي فاتت. بس يهمني جدا ان المواطن نفسه بقى بيفرز المعلومه، لان ما عادش اي معلومه بيعمل لها شيرنج، ما عادش اي معلومه بيعمل لها لايك، ولكن بيفرز المعلومه. انا بقعد بخش على صفحات، يمكن لسه امبارح كان احد المواطنين من قريتنا مقيم في السعوديه بيتكلم على حاجات، معلومات خاطئه جدا. لقيت 30 كومنت من 30 حد من القريه نفسها بيهاجموا، ردوا عليه ازاي وانت ما شفتش، وابتدوا يحطوا له فيديو كليبس على تصريحات السيد الرئيس او تصريحات السيد اسامه هيكل وزير الدوله الاعلام على عكس الكلام اللي هو كان المواطن ده بيقوله. فالموضوع سكت خالص. ده مهم جدا. ما عادش الناس النهارده بتجري ورا الاشاعه كذابه. وهنا هنا لازم نحذر المواطنين. خلي بالك اولا ان ترويج الاشاعات ده اصبح ليه جريمه وعقوبه مغلظه، ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه، لو انت بتروج الاشاعه عشان انت ما عندكش معلومه، فانت بتحاول تتباهى بمعلومه مش عارف اذا كانت صح ولا غلط، هتتحسب عليك في الاخر. طبعا. لان انت هتساءل عنها. وهتساءل قانونيا دلوقتي، مش هتساءل كمان بقى لضميرك او تسأل بس من الفرنس اللي عندك، لا، هتساءل قانونيا. طب انا برضو وانا بتفرج مع حضرتك دلوقتي على الفيديوهات المختلفه لاجراءات الحظر التحرك والاكمنه، في جاهزيه برضو واضح من وزاره الداخليه في المعدات وفي المركبات المستخدمه وفي الملابس. في طفره حصلت في وزاره الداخليه، يمكن احنا ما كناش بنشوفها، بنشغلين بشغلنا نتيجه برضه شغلي بلف كتير، بيقل غصب عني للرجوع من هنا لروح لوسيله ثانيه بشتغل فيها، بشوف لا في جاهزيه مختلفه يا استاذ اللواء. لا طبعا احنا ما نقدرش ننكر ان طبعا يعني لما نقارن 2011 وحجم التدمير اللي حصل في وزاره الداخليه واستهداف وزاره الداخليه كمعدات واشخاص، النهارده لا، النهارده نقلنا نقله صحيح. حضاريه ضخمه جدا، وده لازم بمنتهى الامانه نثني فيه على طبعا التعاون الجيد جدا بين القوات المسلحه والشرطه. صحيح. في هذه المرحله النهارده في اليات تكنولوجيه كتير بتستخدم. كل الطرق النهارده يعني في خلال فتره قريبه جدا هتكون مراقبه بالكاميرات، هتكون فيها حساسات لقراءه السيارات. النهارده هيبقى سهل جدا في وقت قريب ان انت تقدر تعرف الشخص الفلاني موجود فين. ويمكن كان سبقنا في ده دبي الى حد ما، لان هم كانوا بيستخدموا التكنولوجيا في هذا المجال. الفرق بيننا وبينهم ان عدد المواطنين هناك قليل جدا، حجم الماليات عند الدوله ضخم جدا، فقدروا يسبقوا في المرحله دي. ولكن احنا النهارده بالرغم من 100 مليون مواطن، ولكن الامن سلعه غاليه وسلعه مهمه جدا طبعًا. عشان تقدر تجيب استثمار وتقدر تجيب اقتصاد وتقدر تجيب سياحه. وكان مردود ده ان معدلات السياحه في السنه اللي فاتت وصلت لاعلى معدلات من 2011، احنا كنا بنتكلم في 12 فالنهارده العقبه اللي حصلت في فيروس كورونا هتخلص باذن الرحمن ان شاء الله. باذن مجرد ما تخلص هنكمل المسيره بتاعتنا. قدرات وزاره الداخليه بتتبني بمنظومه علميه دقيقه، والتكنولوجيا الامنيه داخله بقوه هناك، وده مهم جدا عشان نقدر اولا نخف العدد او الضغط، نخف الضغط على الناس. زي ما حضرتك تفضلت بيبقى شغال 6-7 ساعات وبعدين يطلع يشتغل في كمين. صحيح. وبعدين يرجع تاني يشتغل مش اقل من 18 ساعه في اليوم، وده طبعا شيء مرهق جدا على طول المده طبعًا. يعني طبعًا. ممكن تشتغل كده اسبوع يعني هو مش هيخلص فيروس كورونا هم هياخدوا اجازه، لا ده هم راجعين لشغلهم تاني والعبء تاني تماما. وان كان كمان اشوف من وجهه نظري لو حضرتك تسمح لي ان المقارنه كمان ببعض الدول العربيه او دبي زي ما حضرتك ذكرت تحديدا، مقارنه ظالمه لعدد السكان ولبعد المسافات والبعد الجغرافي بتاع مصر وعدد المحافظات، فان يبقى في جاهزيه لجهازك الامني والظروف الماليه في الدولتين طبعا. فدي تفرق كتير جدا. طب ست لو انت نورتنا واستفدت دايما من ارائك ومن خبرتك، وان شاء الله كلها ان شاء الله ربنا يخليك كده بدعواتك كده باذن الله ان شاء الله. كل الشكر لسياده اللواء دكتور ايهاب يوسف الخبير في اداره المخاطر الامنيه، نورت صباح الورد يا فندم. صباح الورد. خلصنا فقرتنا الاولى، لسه عندنا فقرات اخرى، فابقوا معنا.
لسه مكملين مع حضراتكم، نروح لتاني فقراتنا وبرضه عن ازمه فيروس كورونا. ولكن طبعا طول ما عندنا ازمه بنلاقي المصريين الجدعان موجودين عاملين شغل وعاملين مبادرات عظيمه بيخدموا بيها الناس. من بين المبادرات الجميله حكيمه، ودي مؤسسه قررت تساعد اي حد يشك انه مريض يكلمهم ويطمنوه يقولوا له الاعراض السليمه ايه وازاي يتعاملوا مع الازمه. كمان بيوفروا ناس متخصصه بتدي تدريبات محترفه من منظمه الصحه العالميه. النهارده منورنا في الاستوديو دكتور عمرو منصور، الاستشاري السابق في منظمه الصحه العالميه في مجال الوبائيات ومكافحه العدوى والمدير التنفيذي لشركه او مؤسسه حكيمه. يا دكتور صباح الورد. صباح الورد يا احمد اخويا، صباح الورد على المصريين كلهم. علينا وعليك يا رب ان شاء الله. ازمه قلت بيقول ليكوا دور، عملتوا ايه بقى؟ ايه حكيمه اصلا؟ طيب حكيمه هي مؤسسه او شركه بتقدم خدمات التمريض اصلا المنزلي والتمريض عن بعد بقى لها فتره. تمام. قررنا ان احنا نطلق مبادره في الوقت الحالي. هي مبادره هدفها الاول هو تخفيف العبء على المستشفيات الحكوميه وعمل ترتيب الاولويات او الايثار لحالات معينه علشان نتجنب حدوث الشوت داون اللي بيسموه الشوت داون زي حصل في ايطاليا مثلا. طبعا. فده هدفنا احنا مجموعه من الشركات، حكيمه واحده منهم. في شركه معانا اسمها باش حكيم، شركه اسمها شيز لونج، في بعض المتطوعين من اساتذه الجامعه في الرعايه المركزه، كل دول متطوعين للبريبيردنس او الجاهزيه. التحضير او الجاهزيه. الجاهزيه ان يحصل اسوء سيناريوهات من السيرج اللي ممكن يحصل. فنعمل دعم للدوله بتعمله، الدوله عملت اجراءات احترازيه رائعه. ده دور القطاع الخاص ازاي ان هو يسبورت او يدعم القطاع العام والحكومي في الاستعداد والجاهزيه لاي الدعم. هنا يتمثل في ايه بقى يا دكتور؟ يعني انت حضرتك تقول بمدهم مثلا بمجموعه من الممرضات، بمدهم بمجموعه من النصائح، هل بتمدهم ان انت بتعمل ده عن طريق المنزل انك توفر للناس رعايه صحيه في المنزل، ولا بتمد المستشفيات بالدعم ده؟ هقول لحضرتك احنا عاملين مجموعه من الانشطه عندنا في حكيمه. هتكلم الاول عن حكيمه وبعد كده هتكلم على الشركة الاخرى. زي ما قلت حضرتك ان اهم حاجه في الفتره اللي جايه ديت هو عمليه الايثار او ترتيب الاولويات والايثار ل بنقول المجموعات الاكثر عرضه للمضاعفات اللي هي بتمثل تقريبا 5% من المجتمع بتاعنا. هم دول المفروض يبقوا الاولويه ليهم للحصول على الرعايه الصحيه في المستشفيات. تمام. لان احنا بنتكلم على فيروس كورونا الحالي او كوفيد 19 بنتكلم ان 81% من الحالات هي حالات ذاتيه الشفاء، تشفى ذاتيا باعراض بسيطه جدا. صحيح. 14% ممكن يحتاج الى دخول المستشفيات لاخذ بعض الدعم زي اكسجين، جلسات استنشاق لمده قصيره وبيشفى. في 5% بيضطر يدخل الرعايه المركزه. فاحنا عايزين ندي الاولويه لل 5% اللي هيدخلوا الرعايه المركزه. القطاع الخاص يبدا يشد ناحيته ال 14 81% دول خلاص الحمد لله. تمام. دول مش محتاجين اي تدخل او اي دعم من اي حاجه. ال 14% دول عايزين القطاع الخاص يشدهم. وننصحهم ان هم ما يروحوش عشان يترك للدوله لاولوياتها في ال 5% اللي محتاجين رعايه صحيه ومحتاجين اجهزه مختلفه وادويه مختلفه. ازاي نعمل ده؟ عملنا احنا بنقدم الخدمات بتاعتنا عن طريق التكنولوجيا. عملنا حاجه اسمها كوفيد 19 ترياج. كلمه الترياج في الطب اللي هي التصنيف. تمام. فحضرتك بتدخل كده عباره عن شات بوت يبدا يسالك شويه اسئله، متاح بالانجلش وبالعربي. يسالك شويه اسئله ويحدد درجه الخطوره بتاعت حالتك ويقول لك في الاخر لا حضرتك اقعد في البيت عزل ذاتي، حضرتك هتحتاج انك تكونسلت دكتور اونلاين وتتابع، حضرتك حالتك شديده شويه بس هتكونسلت الدكتور ولما يظهر اعراض معينه اطلع المستشفى، لا حضرتك الطائفه الاخيره حضرتك اطلع المستشفى. ده ابلكيشن يا دكتور ولا ده صفحه ابلكيشن؟ ده تطبيق. الشاتنج اللي بيحصل ده بيحصل مع مين؟ مع طبيب؟ ده شات بوت. في بقى حاجه ثانيه لو حضرتك هتتكلم لايف مع حد من اخصائيين التمريض المدربين تدريب قوي جدا على الكورونا وعلى الترياج، ده متاح مجانا ان حضرتك تتكلم بهدف التثقيف الصحي علشان نمنع الشائعات اللي موجوده او المعلومات المغلوطه. او لو حضرتك برضو عندك اعراض وعايز تفحصها ده متاح عن طريق التليفون ومتاح عن طريق التطبيق، يعني اللي مش عايز يستخدم تكنولوجيا ممكن يتصل على الهوت لاين. طب خليني يعني اجود شويه. طب انا اللي بكلمه ده واتفر بالشات بوت او واتفر بكلمه على التليفون هو مين وهو جاهزيته ايه في المعلومه عشان اتاكد ان اللي قال لي ده صح ما اقدرش اروح تاني لحاجه تانية؟ طيب هقول لحضرتك انا الباك جراوند بتاعتي اصلا انا طبيب امراض صدريه اصلا واشتغلت. لا مش حاجه هترد على كل حاجه. بتكلم على بقيه فريق العمل. انا اشتغلت فتره طويله جدا كاستشاري للوبائيات
قمت بتدريب مجموعه كبيره وصولا لنظام الصحه العالميه كمان بالظبط. فدربت مجموعه من التمريض الاخصائي خريجين بكالوريوس التمريض وعندهم خبره كبيره جدا. دربناهم على كل المعلومات السليمه، ازاي يتعامل مع الناس، ازاي ينصحهم بطريقه صح، وعملنا سكريبت كمان لكل ده عشان نضمن ان المعلومات مظبوطه وبتوصل للناس صح وبيقدروا ان هم يقدموا الجايدنس الصح. بس هو هنا مش بيدمروا معلومه بس، هو بيشخص. فهنا يعني مش عايز اقول محتاجه طبيب على قد ما محتاجه حد خبره قوي في كوفيد 19 عشان يقدر يشخص ما بين الحاله دي او الحاله دي او الاعراض دي والاعراض دي، وخاصه الاعراض متشابهه جدا يا دكتور. عايز اقول لك هو مش تشخيص، احنا بيسميه في علم الطب الفرز او الترياج، وده بيتعمل انت في المستشفيات الكبيره حتى في الولايات المتحده وفي اوروبا في خطوه كده بتروحها قبل ما تروح للدكتور اسمها الفرز، بتعدي على اخصائي تمريض بيسالك على مجموعه من الاعراض عشان يقول لك حضرتك تروح لدكتور مين. تروح لدكتور بطنه ولا دكتور قلب؟ استقبال الطوارئ يعني الموجود في المستشفيات بالظبط. فهو الترياج ده هو بيعمل ايه؟ انا بعمل تقسيم للحالات، بشوفك حضرتك من الفئات الاقل عرضه ولا الاكثر عرضه لمضاعفات كورونا، عندك اعراض اللي بنسميها اعراض جهاز التنفس العلوي ولا اعراض جهاز التنفس السفلي، وبناء عليه انت حضرتك حاله بسيطه ولا حاله متوسطه ولا حاله شديده. حاله شديده حضرتك اطلع دلوقتي على مستشفيات الصدر او مستشفيات الحميات اللي فيها العزل. حالتك بسيطه اعمل عزل ذاتي وشويه نصايح هنقولها عليك. حالتك متوسطه هتحتاج انك تكونسلت دكتور اونلاين، وممكن تحتاج انك تعمل اشعه، كل ده لان حالتك لسه بسيطه. وترقبا انك ممكن تحتاج تدخل المستشفى. الحل اللي احنا بنعمله من التصنيف ده هو هدفه رفع العبء الفظيع اللي ممكن يحصل على الدولة. صحيح. هو ده هدفه. احنا هدفنا الفترة دي والقراءة. انت حضرتك حاط قدامك الثلاث تصنيفات اللي حضرتك ذكرتهم لي، سواء ال 81% او ال 14 او ال 5%. بالظبط. اللي بيخش على الابلكيشن حضرتك بتصنفه بقى، بتحطه هنا او هنا او هنا، وتقدر تمده بمعلومة يكمل. مدى اقبال الناس بقى على ثقتهم في الابلكيشن او في خدمة حكيم عامة؟ حكيم احنا بقى لنا سنتين ونص، واحنا تراستد جدا في الايكو سيستم بتاع دي، بتفرق كتير جدا الثقه دي طبعا. يعني المستشفيات كلها تعرف حكيمه وعارفه قد ايه حكيمه دول حد ريلايبل جدا. فاحنا الحمد لله موثوق فينا جدا في المجتمع. احنا شركات كبيره زي امازون بيتواصلوا معانا عشان نتعامل معاهم، شركات كبيره تانية اكبر من كده برضو. فاحنا الحمد لله احنا موثوقين في ده، فعشان كده ده من في ضغط الحمد لله على الخدمه، عشان كده عملناها على التليفون وعلى التطبيق بحيث يبقى في اكبر عدد ممكن. انا بستعرض كمان اراء الناس من خلال كومنتات مختلفه على الابلكيشن اللي هي موجوده على الشاشه مع حضرتك، ده اللي كان يهمني ان الثقه هنا هتفرق طبعاً. لان مع وجود فيروس جديد والعالم كله قلقان منه، نسبه القلق زايده يا دكتور شويه. فلو في ثقه عامه في ايا كانت المؤسسه بتبقى عايزه تزيد سنتين شويه تاني عشان تطمن. طبعا القلق ده طبعاً مبرر. وطبعا احنا كلنا لازم يبقى عندنا الاحساس ب القلق، وبنتفهم القلق لعدد الناس زي ما حضرتك قلت ان هو حاجه جديده على العالم كله. خلينا اطمع شويه في حكيمه اكتر. هل الخدمه عندكم ممكن تمتد ان لو لقيت ان من المريض ده ان هو لازم يروح للمستشفى، حضرتك بتوجهه لمستشفى معينه؟ يعني عندك من الادوات انك توجهه بقى للمستشفى الفلانيه او الدكتور فلاني، ولا بتقول له انك محتاج دكتور بس؟ طيب احنا في الحالات اللي هي في الاول اللي هي حالات الانترميديت او المتوسطه بنقول احنا ممكن نوفر لك دكتور يتواصل معاك اونلاين. والشركه اللي هي باش حكيم الثانيه بتقدم خدمات مجانيه في جميع التخصصات. فنقدر ان احنا نحطك ان كونتاكت مع شركه باش حكيم اللي هي شريكه معانا في المبادره. سواء مجاني برضو. مجانا احنا في لمده شهر لحد نهايه 4، وممكن تمتد بعد كده مجانا. بعض الناس هيبقوا محتاجين. طيب لو هيحتاج بقى دخول المستشفيات، احنا عندنا الليست بتاعه وزاره الصحه اللي هي حطاها للمستشفيات اكوردنج لي البعد، يعني او مكانه فين، عنوانه فين، بنقول له لاقرب مستشفى طبقا للي حطاها وزاره الصحه. هي المستشفيات الخاصه داخله في المنظومه لمواجهه فيروس كورونا ولا؟ عشان انا مش عارف المعلومه مؤخرا دي. وده احنا بقالنا فتره كنا بندعو وزاره الصحه ان هي يتدخل القطاع الخاص عشان يقدر يساعدها. مؤخرا يمكن ممكن لسه امبارح او اول امبارح كان في مخاطبه من وزاره الصحه للقطاع الخاص ان هو يتدخل. قطاع مجيد تحديدا يعني. بالظبط. وهو ده وطلبت وزاره الصحه هنا الجزء اللي هو اللي احنا بنعمله فعلا اللي هو الجزء بتاع الترياج. حضرتك اعمل الجزء اللي هو في الاول عشان ترفع العبء عني، وخلي الحالات اللي هي اللي هي تحتاج دخول المستشفى تروح للمستشفيات وزاره الصحه. تمام. طب انا عندي مبادره ثانيه وان فور اول، يعني واحد للجميع لو هترجمها، ايه دي عباره عن ايه مبادره ايه دي؟ ما هو ده اللي بقول حاجه ان احنا جينا قلنا يا جماعه تعالوا يا شركات القطاع الخاص تعالى نتحالف مع بعض نقدم خدمات هوليستيك متكامله مع بعض. احنا حكيمه هنقدم خدمات الترياج عن طريق التمريض بتاعنا، باش حكيم بيقدم الخدمات الخاصه بالطب. فعملت مؤسسه واحده جامعه للشركات كلها. مبادره بالظبط. رحنا شيز لونج ده بيقدم خدمات نفسيه للناس اللي عندها اي هلع او فزع او اكتئاب من القعده في البيت، ممكن يتواصل عن طريق شيز لونج. عندنا مجموعه من اساتذه الرعايه المركزه في الجامعات تبرعوا ان هو
تحسبا للورست كيس سيناريو ان هو بعد شويه لو حصل السيرج او عدد ان المستشفى ما عادش مستحمله ان هم يبداوا يدربوا مجموعه من الاطباء على العنايه المركزه او الرعايه المركزه خارج المستشفى. فده من ضمن الحاجات اللي هو برضو من خارج المستشفى. هنا ايه تبقى في البيت ولا اقصد يعني مثلا لو هيتعمل مستشفيات ميدانيه؟ تمام يعني دي جاهزيه طبعا لو حصل مستشفيات ميدانيه. مدى جاهزيه استخدام حضراتكم بقى في تجهيز عنايه مركزه في البيت او الادوات تبقى موجوده في البيت عشان اقلل من الضغط برضو على الصحه؟ ده ينفع طبيا يا دكتور؟ في احنا برضو من ضمن الشركات في شركه مالتي ناشونال فرنسيه اسمها فايتال اير موجوده برضو في مصر ابدت استعدادها للمبادره ان هي توفر العنايه المركزه او بسميها العنايه المتوسطه طبعا. في البيت اللي عباره عن اجهزه تنفس صناعي غير تدخلي يعني اللي هو ما بقاش فيه تيوب يعني واكسجين جنريتور. فدول من الناس المتعاونه في القصه ديت وبرده هيبقوا موجودين على تطبيق حكيمه الناس تقدر ان هي تطلبهم في وقت معين. هل في من الادارات عند حضرتك داخل الشركه اللي بتقيم بقى الرسائل اللي جات لي او الاستجابات اللي جات لي او الاستغاثات اللي جات لي؟ في حد بيقيم اللي جه؟ احنا عندنا الكول سنتر بتاعنا كلهم تمريض مدرب فبيقدر ان هو يقيم الحاله ويقدر يقول له انت محتاج ايه. فده موجود عندنا طبعا. نسب الحالات قد ايه يا دكتور مثلا اللي دخلت في ال 5% ولجأت لحضرتك الاول؟ عشان اخش في الثلاث تصنيفات كل واحده اشوف نسبها قد ايه تقريبا. لا مش كتير. مش كتير؟ مش كتير لا خالص. الحمد لله. مش كتير الحمد لله. احنا حتى الان الحمد لله الوضع في مصر لسه ما وصلناش خالص للمرحله اللي احنا نقلق منها اللي احنا شايفينه. بس عايز اقول ان القرايه احنا بنتكلم على 780 او 779 حاله في مصر اللي تم تاكيدهم معمليا منهم 52 حاله وفاه. بنقول دايما قصاد ال 780 دولت احنا ممكن يكون في 10 اضعاف 20 اضعاف من الحالات اللي تم شفائها ذاتيه اللي هو ما جاله دور برد وعدى وخلاص. هو حضرتك من ردك كده انت فهمت سؤالي. انا بقى عايز ارد على المشككين عن ان نسب حالات كتير موجوده في مصر ومن لم يتم الاعلان. اهو قطاع خاص موجود معايا وشركه موجوده معايا ولجأ لها حالات كتير جدا عشان نشوف التصنيف. فحضرتك هنا بتاكد لي لا ان الارقام المعلنه هي الارقام اللي فعلا تم رصدها سواء من وزاره الصحه او منظمه الصحه العالميه. انا في فتره وفاتت كنت شغال مع في ترصد في وزاره الصحه واشتغلت مع منظمه الصحه العالميه وعارف الوزاره بتعمل ازاي. الوزاره بتعمل بمنتهى الشفافيه مع الحالات المؤكده. هي الفكره بس في ترتيب الاولويات لمين اللي هياخد الفحص. ف 780 حاله اللي تم فحصهم دول الحالات اللي هي اللي ليها اولويه او اللي كانت مخالطه لحالات مؤكده. بس فعشان كده لما بنقارن ال 52 وفاه ال 52 وفاه ده مش مقارنه بال 790 طبعا لا بمقارنه ب 20 ضعف ال 790 حاله او 780 حاله دولت اللي تم شفائهم ذاتيا وكانت حالات بسيطه. المبادرات المجتمعيه كلها دكتور انا عايز اكلم حضرتك فيها طبعا لان هي كل الناس في وقت الازمه في مصر تحديدا كله بيقوم يقف كله بيستعد قطاع خاص قطاع عام اكاديميات كله بيشتغل. لان انا كمان معايا الدكتور رشا الراغب المدير التنفيذي للاكاديميه الوطنيه للتدريب والتاهيل. الاكاديميه عامله مجهود محترم جدا في تخريج دفعات مدربه ومؤهله وده شفناه على ارض الواقع وتم استغلالهم في مناصب كتير حتى في الدفعات الافريقيه اللي موجوده. ولكن مراعاه بقى للظروف اللي موجوده عملوا منصه رقميه دلوقتي مهمه جدا عشان برضو يبقى التعليم والتدريب عن بعد ما هو تماشيا مع الظروف. فلازم الاكاديميه بتطورها اللي بيحصل طول الوقت تكون مواكبه لده. خلينا نروح ناخد دكتور رشا راغب. يا دكتور صباح الورد. دكتور رشا طب لحين رجوع دكتور رشا راغب مره ثانيه معانا ونتكلم عن الشكل الجديد اللي اتبعته الاكاديميه الوطنيه للتدريب والتاهيل في التدريب وفي تخريج دفعات ثانيه وفي مواصله التدريب ولكن عن بعد من خلال المنصه الرقميه اللي تم انشائها. هرجع للدكتور ثاني واقول لحضرتك كنا بنتكلم عن المبادرات عامه. المجتمع كله قام وقف يا دكتور كله يستعد كله موجود. شفت التدريبات دي ازاي؟ رجعت لي يا دكتور رشا؟ طيب ماشي. نرجع تاني لدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديميه الوطنيه للتدريب. يا دكتور رشا صباح الورد. صباح النور. بشكر حضرتك انك مشيتي مع مواكبه الظروف ومع الاجراءات الاحترازيه اللي بتتخذها الدوله. ما توقفش دور الاكاديميه هنا عن التدريب او عن توقف التدريب للدفعات المختلفه وعملتوا منصه رقميه. ايه دورها يا دكتور الفتره اللي جايه؟ هو طبعا ده واجب ان احنا كل حد في مجاله يبتدي يشوف هيتواكب ازاي مع الاجراءات الاحترازيه اولا ومع الازمه ثانيا لعدم توقف العجله عشان ما نوصلش لمرحله زي دول كتير اضطرت انها تقف كلها زي ما دكتور تفضل مع حضرتك. اللي عملناه ان احنا اطلقنا مبادره رقميه 2020 هي عباره عن فصول وقنوات رقميه
الفصول الرقميه دي الفئه الاولانيه بنستهدفها منها هي الطلاب اللي بالفعل موجودين كانوا موجودين على مقاعد الدراسه بيستكملوا دوراتهم التدريبيه للالتحاق بوظائفهم في جهاتهم المختلفه. لان زي ما حضرتك عارف هو بقى شرط ان اي حد هيلتحق بالدوله في اي جهه من الجهات سواء جهاز اداري او غير جهاز اداري انه لازم يعدي خلال الاكاديميه الاول. صحيح. فتوقفنا 3 أسابيع لغايه ما نبتدي ندرس الحلول المختلفه، وكان الحل ان احنا نوصل لفصول رقميه من خلالها ان يكون في تفاعل بين المحاضر في مقر في بيته او في مقر الاكاديميه وبين الطلاب بساعه اونلاين لغايه 150 طالب للمحاضره في نفس الوقت علشان يقدروا الطلاب يستكملوا دراستهم. كذلك الحال هنستخدم نفس الفصول الرقميه دي للتواصل مع خريجينا بره حدود مصر، لان الأكاديمية الوطنية كان عندها برامج تخص القارة الأفريقية، برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، فكذلك بنتواصل معهم. تخرج دفعتين يا دكتور أعتقد لو أنا أتذكر، ثلاث دفعات تمام. ثلاثة فإحنا عندنا حوالي 300 شاب وشابة في أفريقيا هم اللي ابتدوا بمبادرة، برضو إحنا عايزين نكون جزء من المبادرة دي بأفكار سواء جزء فني تقني تكنولوجي أو بأفكار توعوية أو ما إلى خلافه. الخدمة الثانية اللي هتقدمها للأكاديمية هي خدمة مجتمعية بحيث نستخدم محاضرات اللي فيها تميز الأكاديمية بتقدمها طول في كل برامجها عن طريق حاجتين، عن طريق البودكاست اللي هو البث السمعي. السمعي وده هيبقى أبليكيشن على الموبايل بحيث يسمح لي الناس البسيطة أو اللي ما عندهاش إنترنت عالي إن الأبليكيشن تستهلك كفاستي أو قوة أقل من الإنترنت، فبالتالي يقدر يسمع المحاضرات التوعوية دي، أو عن طريق القناة التلفزيونية بتاعتنا اللي بتبقى موجودة، مش تلفزيونية، القناة بتاعتنا على الويب سايت أو على الموقع الرئيسي بتاعنا على الفيسبوك، ودي هيكون فيها المحاضرين والخبراء بتوعنا في مختلف المجالات ذات التميز بتاعت الأكاديمية زي القيادة والوعي الإعلاني والتفاوض والاتصال الفعال وما إلى خلافه، ومحاولات في إنها تكون محاضرات شيقة ترفع كفاءة الناس اللي بتسمع وتربط السوفت سكيلز دي أو المهارات دي بتجهيز الناس لمواجهة الأزمة اللي إحنا بنعدي بيها بكفاءة وجدارة ونضج ووعي لحجم المشكله لحد ما ان شاء الله كلنا نعدي. يا دكتور رشا اسمعي بس اشكر حضرتك واشكر فريق العمل، عشان الحاجه اللي بتتكلمي عليه دي مش حاجه سهله تخلص في 3 أسابيع. وجود منصه رقميه فيها كل ده وكلاسز تبقى موجوده من خلال مدرسين، نقلوا المناهج دي الكترونيا عشان تبقى موجوده للطلاب، دي مش حاجه سهله، عملتوها ازاي في 3 أسابيع؟ ده فريق عمل اللي يعني بيشتغلوا معايا في الاكاديميه زمايلي اللي طرحوا الفكره من حقيقه فكره البلندد ليرنينج كانت موجوده طول الوقت واحنا على وشك ان احنا كنا نطلقها كاحد خدمات الاكاديميه، لكن الخدمات المتكامله بقى اللي هي الخدمه المجتمعيه او ان احنا ننزل بسرعه دي التجهيز والتقديم والتطوير بتاع الالكتروني بتاع الخدمه دي قام بيها زمايلي في الاكاديميه من العاملين معايا، وهم كلهم حقيقه مجموعه شباب تفرح يعني طبعا. وما بتعداش عمر حد منهم مثلا 32 سنه بالكثير ومعظمهم او كلهم اللي اشتغلوا على المشروع ده الحقيقه كانوا من خريجين البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقياده. يعني انا بشكرك دكتور رشا طبعا المدير التنفيذي الاكاديميه الوطنيه للتدريب، بشكرك جدا على المجهود، ولكن بطمح بقى ان انا اكون يعني حتى لو في لايف موجود مع حضرتك من داخل مكتب حضرتك نشوف فريق العمل ده، نشوف ازاي اتعمل المجهود ده عشان يبقى في منصه رقميه وفي تواجد في تعلم عن بعد عشان ما نفقدش اي وقت، الدفعات كلها ما تحسش انها فقدت ايا من الوقت تيجي الظروف الحاليه. كل الشكر ليك يا دكتور رشا. دكتور رشا راغب المدير التنفيذي الاكاديميه الوطنيه للتدريب. كله تحول يا دكتور الكتروني، بس جاهزيه ان احنا يبقى عندنا ده ما كناش جاهزين للكلام ده، ان في 3 أسابيع تتعمل منصه على طول ويبقى نقدر نكلم طلابنا نستعين بالطلاب اللي الثلاث دفعات اللي خرجوا اكتر من 300 طالب بافكارهم المختلفه. مصر تطورت وشبابنا اختلف. عايز اقول ان لا المبادرات او الافكار ديت موجوده بقى لها فتره ولكن وجدت الظروف الحاليه متنفس ان هي تكبر بصراحه. صحيح. يعني احنا الستارت ابس او الشركات الناشئه موجوده يمكن بقى لها 3 سنين وبتحاول ان هي توجه الناس ناحيه الديجيتال وازاي ان هم يتحولوا ناحيه الاونلاين. عشان كده احنا الفتره اللي فاتت كل الناس اللي بتشتغل ديجيتال واحنا واحد من الناس ديت بدانا نتحرك بسرعه جدا ونستغل الظروف ديت ان احنا نوصل لاكبر عدد ناس. يعني فهمت كلام حضرتك ان لا شبابنا كانوا موجودين وشبابنا كانوا خير وفي افكار كتير وفي شركات ولكن عين الدوله ما جاتش عليهم.
اما انشات لهم شكل زي الاشكال الاكاديميه او شركات حضراتكم الموجوده طبعا كقطاع خاص، شبابنا طلع المواهب اللي عنده، طلع امكانياته، صح كده؟ بالظبط. عايز اقول لحضرتك احنا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا عاملينها ان وزاره الصحه كانت اعلنت من فتره ان هي هتبقى في حاجه الى متطوعين من طلبه التمريض وطلبه الطب لتحسبا للورست كيس سيناريو. طبعا احنا من ناحيتنا بدانا احنا هنعمل تدريب، بدانا عملنا تدريب وهنبدا نتوسع فيه، تدريب اونلاين على زوم لطلبة التمريض والاطباء عشان يبقوا جاهزين، يعني هو متطوعين لكن ازاي يحمي نفسه واجراءات مكافحه لا ما فهمتش يا دكتور، يعني حضرتك هتساعد وزاره الصحه هنا في تدريب مجموعه من الساده الممرضين من خلال تواجد مع حضرتك، ولا هتمدهم بممرضين اوريدي هم مجهزين؟ لا احنا هندرب الناس اللي هم طلبه التمريض اللي هم ممكن يبقوا متطوعين للفتره دفعات مثلا رابعه او خمسه ولا حاجه او طلبه الطب، بحيث ان احنا تحسبا اللي لو لا قدر الله لو حصل الورست كيس سيناريو وبدا فيه يبقى فيه حالات كتير ومستشفيات ميدانيه هيبقى فيه طلب كبير للقصه دي. ومن ضمن التدريبات برضو اللي هنعملها تدريب على الاي سي يو او الرعايه المركزه من اساتذه جامعه في كليه الطب القصر العيني للاطباء الحديثي التخرج ازاي يتعامل مع الحالات الكريتيكال. تمام. خليني برضو استغل منصب حضرتك السابق وهو وجودك في منظمه الصحه العالميه، شايف تواجدها في مصر اني شكل، شايف اتباع الخطوات المختلفه من وزاره الصحه لتعليمات منظمه الصحه العالميه ماشي ازاي؟ وزارة الصحة عايز اتكلم اصلا، عايز اشيد ان الاجراءات اللي قامت بيها الدولة كلها بصفة عامة ممثلة في مجلس الوزراء كانت اجراءات في محلها وفي وقت في وقت سريع جدا، سواء اللي هي بنسميها التباعد المجتمعي، الاجراءات اللي اتخذت كلها احنا دايما بنقول بناخدها، يمكن لو تعرض الكيرف بنعمل حاجة اسمها فلاتنينج للكيرف بتاع اللي هو بتاع السبريد او الانتشار، بنحاول نبطئ معدل الانتشار علشان يواكب القدرات بتاع الدولة. في الهيلث كير سيستم او القطاع الصحي. ده بصفة عامة دكتور من منظمة الصحة العالمية لأي دولة، صح كده؟ لأي دولة. وإحنا الحمد لله إحنا شايفينه اللي اتعمل من وزارة الصحة واللي اتعمل من مجلس وزراء في القطاعات المختلفة اتعمل كويس جدا. إحنا حتى الآن ناجحين فيه كويس جدا، التباعد المجتمعي يتنفذ بطريقة كويسة جدا، معدل الانتشار فعلا بطيء ومواكب مع القدرات القطاع الصحي. الخطوة اللي إحنا متوقعينها من وزارة الصحة في الفترة ديت واللي هي بدأت تتحرك فيها من امبارح رفع قدرات القطاع الصحي، لان احنا بنعمل حاجتين، بنعمل تباعد مجتمعي وبنرفع قدرات القطاع الصحي، الحاجتين دولت هما التو فاكتورز او العاملين اللي هيخلونا نحتوي الازمه باسرع. يعني انا لما اشوف الاشادات بتاعه منظمه الصحه العالميه اقول هنا ان هي ماشيه مصر على الاجراءات، فهم شايفين الاجراءات دي سواء زي ما حضرتك بتقول في التباعد المجتمعي او برفع كفاءات وجاهزيه الدوله. بالظبط. هما دول الحاجتين اللي احنا بنتحرك فيهم دلوقتي عشان نحتوي الازمه بسرعه. يا رب هنحتويها ان شاء الله بدور القطاع الخاص وبدور المجتمع المدني وبدور كل الناس انها تساعد في حل الازمه عشان نوصل فعلا ان شاء الله نتخلص نهائيا من فيروس كورونا. دكتور عمرو منصور استشاري سابق في منظمه الصحه العالميه في مجال الوبائيات ومكافحه العدوى ومدير تنفيذ شركه حكيمه، نورت صباح الورد. موفقين دايما. اشكر لكل فريق العمل بتاعك في كل الشركه على الدور المجتمع المهم اللي بيعملوه. شكرا ليك على استضافتنا وصباح الورد على المصريين، وان شاء الله نحتوي الازمه بسرعه في الفتره. يا رب ايدينا في ايدين بعض كلنا كده هنحتويها باذن الله. خلصنا فقرتنا ولكن لسه عندنا فقرات اخرى، فابقوا معنا. جاي حضراتكم مره ثانيه، وطول الوقت بنلاقي ناس كتير بتقدم اقتراحات مهمه، وزي ما في ناس شغاله في ازمه كورونا في المستشفيات وبيعافروا عشان يقدموا الدعم لبلدنا عشان نجتاز الازمه بنجاح، في شباب بقى زي الورد بيفكر ازاي يخدم بس من خلال دوره او وظيفته او علمه او خبرته. ده بالظبط اللي عمله الاستاذ مايكل اللي اسس اول موقع او ابلكيشن خاص بكورونا بيقدم طول الوقت التحديث للاعداد الاعداد اللي بتحصل في عدد كبير من الدول العالم. منورنا نفهم منه اكتر استاذ مايكل رجائي اللي عمل المبادره او عمل ابلكيشن مختلف. صباح الورد عليك. صباح الجمال الاخبار. انا قلت من خلال علمه او خبرته، انت حضرتك اصلا علمك ايه او خبرتك ايه او وظيفتك ايه اللي خلاك تعمل ابلكيشن بهذا الشكل؟ انا ميلي كمبيوتر ساينس، علمي سوفت وير انجينيرنج، هندسه البرمجيات، وبقالي فتره شغال في الطب والذكاء الاصطناعي بمعنى صح. تمام. فمهتم جدا بالمجال الميديكال، وانا استخدم الاساليب التكنولوجيه في الطب واطور بيها الحاجات الاوتوميتد، خصوصا ان احنا اصلا الفتره اللي جايه كلها تكنولوجيا واحنا معانا علم ممكن احنا يعني نستخدمه بشكل سليم. صحيح. وهيفيدنا في حياتنا العمليه وهيساعد البشريه بشكل عام.
اتفق معاك يا استاذ مايكل في ان انت كمبيوتر ساينس وعندك دي خبرتك واقدر اعمل ابلكيشنز مختلف، انترستد في الطب ماشي ما عنديش مشكله خالص، بس الطب صعب ان انا اقدر اعمل ابلكيشن واخوض فيه وابني ثقه عند الناس ان انا بفهم في الطب او اقدر اديك معلومه طبيه. انا بالزبط. صح ولا ايه؟ لا لا بالظبط، هو مين لي انا يعني ما بشتغلش طبعا دايركت كده لنفسي، بيبقى ليا مصادر برجع لها. هايل. دكاتره كمان مسؤولين، مش دكتور لا، دكاتره تبقى مسؤوله في الجامعات اكاديميك. غير كده الريفرنس الريفرنس اللي هي مصدوق منها تمام. زي مثلا منظمه الصحه العالميه يعني تمام. البرنامج اللي احنا يعني كل مرجعياتك على الابلكيشن بتبقى لمنظمه الصحه العالميه، حاجات موثقه ومعتمده بالظبط. وابحاث انا دايما برجع ان انا اشوف البحث وصل لنسبه قد ايه، طب هي. الحالات فعلا المؤكده كانت السنتمز او الاعراض بتاعتها كانت شكلها عامل ازاي. فبالتالي لازم قبل ما ببدا ديفلوب اي حاجه وقبل ما ببني اي حاجه برجع اشوف مدى المصداقيه في المعلومه اللي انا بحطها او اللي انا ببني عليها، هل هي سليمه بنسبه 100%؟ لان انا دي حياه ناس طبعا، فقبل ما بوصل حاجه لحد لازم اكون متاكد ان هي 100% سليمه. حياه ناس في الوقت في المطلق ممكن تعدي، في فيروس كورونا او كوفيد 19 مش هتعدي. جات لك الفكره ازاي او قررت ان انا اعمل الابلكيشن ده عشان افيد الناس ازاي؟ ميلي زي ما وضحت انا مهتم جدا بمجال التكنولوجيا، يمكن اقرب الناس عارفه مني حاجه زي كده ان انا بحب التكنولوجيا جدا، بحب دايما انا اشوف المشكله واحلها بالاساليب التكنولوجيه. تمام. طبعا انت خدت زاويه مختلفه يعني في الحل، هنا خدت زاويه مختلفه بالظبط، ومهتم بالعلم الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بالظبط. فميلي بدات ان انا اشوف، حطيت بعض الاسئله، حطيت بعض التوبكس او النقاط وبدات ان انا اجاوب عليها واشوف التشالنجز او الصعوبات اللي هتقابلني وانا بعمل السيستم ده. اول حاجه انا فكرت فيها ان انا ليه اعمل حاجه زي كده، مشكلتنا ان احنا ما عندناش النوليدج اللي هي المعلومه. ماشي. احنا لو عندنا معلومات هنعرف ناخد كنترول، هنعرف نعمل قرارات. بس احنا معظم العالم ما كانش عندها المعلومه الكافيه ان هي تاخد القرارات، لان هو الموضوع اصلا جديد يعني بالزبط. المعلومات مش متوفره كتير عنه، بس نسبه الحالات اتليست يعني لحد ما نسبه الحالات، ودي اللي انا لسه هتكلم فيها مع حضرتك. فمن هنا بدات افكر ان انا ازاي اوصل النقطه دي لحد، او ازاي اجيب المعلومات وتكون دقيقه بنسبه عاليه جدا باستخدام الاساليب التكنولوجيه، وان انا يبقى في زي داتا قدامي او معلومه قدامي للجهه المختصه اللي هي الوزاره او الحكومه او الدوله او اي معني او حتى الشعب. بالظبط. كتير من الناس عايزه المعلومات دي بالظبط، ويبدا ان هو يعرف فعلا الـ احنا عندنا كم عدد فعلا سليم اتعالج ريكفرد اند سو اون. يعني ده عملت الابلكيشنز وحطيت التارجت الهدف بتاعه ان انا يبقى عدد الحالات بس، ولا تشعب بعد كده بقى لحاجات تانية؟ هو ميلي في الحاجات اللي اتعملها ريكفرد والحاجات الان ريكفرد، الحاجات اللي هي اتعالجت والحاجات اللي هي ما اتعالجتش. ميلي بمعنى اصح انا لما بدات اشتغل في الفكره وبدات ان انا ديفلوب الفكره اكتر، دخلت اشوف بقى ايه التطورات في العالم، التكنولوجيا كانت ماشيه ازاي. اكتشفت ان الصين لما عملت كنترول على فيروس كورونا كان بشكل، ان هي الصين عندها في معظم الاماكن في كاميرات، وصلوا لتقنيه عاليه جدا من الكاميرات دي، ان هي بدات تشوف البشره لو درجه حراره عاليه لمده ايام متكرره. فبالتالي بيبان ان البشره ترصد الحالات والاعراض من خلال الكاميرا اللي في الشارع. وصلت التقنيه عاليه جدا من الذكاء الاصطناعي في ان الكاميرات تقدر ان هي تديتكت البشره والسيجنتشر بتاعتها والكلام ده كله. فبالتالي بقى متوصل بالسجل المدني وانه يبعت ديتكت نشوف مثلا الرقم الفلاني ده فور اكزامبل على سبيل المثال متصل مثلا بحد كان قريب ليه، فبيظهر زي جرس او نوتيفيكيشن عند الناس اللي كانت محيطه بيه، ويقول له خلي بالك انت في الزون اللي هو مثلا انت في الميديان زون، او انت اتعاملت مع حد كان عنده ساين اوف كورونا، فبالتالي خلي بالك. يعني عمل التتبع اونلاين او عمل التتبع اللي احنا بنحاول نعمله هنا، احنا نروح للحالات هو من خلال الكاميرات والتكنولوجي المختلفه. بالظبط، لان الصين عندها اكبر دوله بتستخدم التكنولوجيا عالميا يعني، فهي عندها في كل مكان عندها كاميرات يعني. بس الانتشار يا دكتور برضه، يعني خليني اتكلم معاك بره تخصص حقيقي، هو الانتشار حصل في الصين برضه باعداد رهيبه يعني، ما فادتش هنا التكنولوجي ولا فادت؟ لا فادت. فادت. يعني انا فادت في الكنترول، فانا اتحكم بعد كده. هتفق مع حضرتك ان التكنولوجي مش هتعالج. طبعا. تمام؟ ولا هتريبليس البشريه، مش صحيح. يعني ده استحاله. اتفق معاك بس تماما. بس في نفس الوقت احنا يعني بنقدر نتكلم ان احنا بنكنترول الموضوع بالعدد. انا ما كانش عندي معلومه، بس لما بقى عندي معلومه عرفت خلاص ان المنطقه الفلانيه فيها مثلا عدد 12 حاله. فبالتالي بقدر ناخد الاساليب والاحترازات اللي انا المفروض ان انا اتخذها علشان اتجنب ال10 او ال12 دول يبقوا 100 يبقوا 200.
فالتكنولوجي بتساعد في الحته دي وهو ده اللي هو فاي ديتكت بيقدر ان هو يعمله. انا طول الوقت مع حضرتك واحنا بنتكلم بستعرض الابلكيشنز، اشرحوا لي بقى يا دكتور ايه اللي بيحصل. طيب هو مين اللي بيدخل برقم البطاقه بتاعه؟ اوكي بيدخل اسمه ورقم البطاقه، بيساين ان، بيحط رقم بطاقته. رقم بطاقته بس. اوكي لانه اوريدي السيستم بيبقى متسجل، سوري بيبقى متصل بالسجل المدني. ماشي تمام. وده هنتكلم في حاجه اسمها اليوزر كنترول، ان انا عندي حكمه ودقه في المعلومات الموجهه للوزاره، ان انا مش سايب اي فرصه ان حد يدخل المعلومات مش صحيحه او رقم قومي مش صحيح. وممكن يستغل الابلكيشن في حاجه زي كده بالظبط. وفي نفس الوقت عليك. وفي نفس الوقت انا مش مخلي يعني شخصين يستخدموا نفس رقم البطاقه. انا ما عنديش اي تقنيه في فين المعلومه الاكيورد اللي عندي تقدر انا استخدم بيها الايه الداتا دي. فبيقدر ان هو يدخل، بيساله بعض الاسئله، 6 اسئله اللي هو الاعراض. وبيبدا انه بناء على 6 الاسئله اللي هو بيسالهم السيستم ده بيبدا ان هو يحدد حالته. تمام. وفقا لايه محطوط ريفرنس على الموقع اللي يقدر يحدد حالته؟ الريفرنس كلها المبني بيها الالجوريزم او مبني بيها الموقع بالكامل بناء على دكاتره وابحاث من منظمه الصحه العالميه وجميع الاعراض اللي فعلا كانت نازله رسميا من منظمه الصحه العالميه. معلش اعذر جهلي عشان مش زيك في التكنولوجي. يعني انا احدد ازاي كابلكيشن ان خيري قال الاجراءات 1 2 3 عندي الاعراض فهو شاف ده؟ بالتستنج. ما انا جاي في حضرتك في نقطه. انا بعد ما بنخلص المشروع بشكل عام بيدخل في مرحله تيستينج. انا ميلي وصلت بنسبه مرحله تيستينج 99.4%، بيطلع داتا سليمه بالذكاء الصناعي. يعني انا بطلع 99% معلومه صحيحه من السنتمز اللي بيدخلها. معلومه صحيحه ولا تشخيص صحيح؟ تشخيص صحيح. يعني تشخيص معلومه صحيحه صحيح. يعني تشخيص صحيح بالظبط. فدي المرحله اللي بتبقى بعد الديفلوب او بعد التطوير. نبدا نخش بقى في مرحله الايه تيستينج. ببدا احط جميع الاحتمالات اللي ممكن تقابلني. مواطن ممكن يدخل احتمال 1 2 3 وتاني بيدخل احتمال مختلف عنه. فلازم اكون عامل جميع الاحتمالات اللي عندي اللي السيستم هيشوفها عشان يكون قابل ان هو يشخص الحاله بنسبه عاليه جدا. زي ما دكتور حضرتك الموضوع مش فاهم دكتور مايكل، يعني ايه الاحتمالات؟ يعني مثلا زودت ان انا عندي سخونيه، زودت ما هو الحاجات دي ده انا فاهم صح كده بالظبط. لان انا يعني 38. انا هقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي هنا لو حد كح حد يعني جات له سخونه طبعًا. خفيفه احنا في جو اصلا متقلب صحيح. فبالتالي في كحه وفي في اعراض موجوده في الجو كده بالظبط. فطبيعي انا واحد لو كحيت او ايا كان مش هقوم اكلم الدكتور الحقني انا عندي كورونا. انا يعني مش كل المصريين كده طبعا، قليل جدا اللي بيبقى سنسيتيف في الحوار ده. فاحنا محتاجين احنا نكنترول الموضوع اكتر. تمام. فهو برده مش باي داتا بيدخل له او باي اعراض يتقول له انت عندك كورونا. لا، هو ممكن بيدخل باعراض مره يقول له انت حالتك فعلا سليمه. انت محتاج ان انت تري تشيك، ترجع مره ثانيه وتجرب، وبيقعد يديله النوتيفيكيشن لان احنا عايزين نطمن عليك طبعا. انت بيكون عندك مبادئ برد، ممكن يكون مبادئ كورونا بس هو مش مؤكد ان هو كورونا. فاحنا محتاجين ان احنا ايه نتشيك نسبه الدقه قد ايه نتحدد ان ده كورونا من عدمه. 99.4%. يعني انت وفرت البي سي ار دلوقتي ووفرت المسحه ووفرت حاجات. لا 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 لا، انا مش جاوب التحاليل. لا انا التحاليل محدد لي 99 نسبه عاليه جدا في ان انا احدد دقه المريض اللي دخل لي هو فعلا كورونا ولا لا. ده محتاج اعمل تحليل و اعمل تحليل تاني وفي مسحه بتتاخد، ولا انت مؤشر اولي بس دقيق؟ هو مؤشر اولي بس دقيق. بمعنى هو لو طلع له هو بيقول لنا 3 حالات، الجود هيلث زي ما بتتعرض على الشاشه، وبعد كده الري تشيك، والحاجه الثالثه اللي هو ساين اوف كورونا. تمام. الساين اوف كورونا ده اللي هو عنده شك ان انت ممكن يكون عندك كورونا. بيقدر يجيله زي يظهر لنا ان احنا عندنا عدد المستشفيات القريبه اللي مقيمه حسب العنوان بتاعه. انت الجاي كمان هو يقدر يروح على فين؟ لا لا، اكوردنج للرقم القومي. رقم القومي انت مثلا عنوانه بالظبط. انت مثلا موجود في منطقه مثلا مصر الجديده، فانت جميع المستشفيات اللي حواليك في الادرس او في الاريا حواليك العنوان بتاعك هو بيقدر ان هو يظهرها له عنده. يعني هنا بيرجع يقول له ريج تشيك مثلا، كل الكلام ده. فالموضوع فيه دقه عاليه جدا. ياخد طيب. وقت قد ايه يا دكتور؟ يعني من بدايه المشروع، انا هسميه مشروع، انا داخل عشان اتعرف على ده، ياخد معايا وقت قد ايه من الاجراءات بالظبط؟ 5 دقائق واقل من 5 دقائق. تختلف من ثقافه واحد او تعليم واحد من بالظبط. بس هو الموضوع ان هو مستخدم بسيط جدا، يعني حتى الاسئله اللي جواه مش اسئله صعبه، هو 6 اسئله بالظبط. وكمان في كنترول اكتر. بمعنى ايه؟ بمعنى الحته اللي هو انا واحد هدخل عايز اعمل اي انسرز او اي اغراض عشان اعدي المرحله دي. تمام. لا، هو في ميديكال كنترول. بمعنى ان انا قبل ما بحلل الاعراض بتاعتي عندي جزئيه في السيستم اللي هي الفاليديشن. بمعنى ايه؟ ان انا بتاكد ان المعلومات الطبيه دي المعلومه فعلا سليمه 100% ولا. يعني ما ينفعش هيظهر لنا حاجه اسمها الاكسس كنترول تاني اللي هو فكره ان انا واحد دخل درجه حرارته 30، مفيش حد درجه حرارته 30 صحيح، مفيش حد درجه حرارته 40. تمام. ومش معنى ان درجه حرارته عاليه فده كده عنده كورونا. ومش معنى ان هو عنده كحه فهو
لا هو في سنه خداع اصل رخم شويه الاعراض متشابهه جدا يا استاذ مايكل بالزبط. يعني ان السيستم يقدر يفرق ده من ده في غايه الصعوبه يعني انت اكيد انا طبعا ما دخلتش على الابلكيشن هتشرف ان انا اخش عليه بعد ما نخلص هوا بس ان انا اخش واقول انا سخن و38 ان انا بكح ان انا عندي عطس ما هو دي ممكن اعراض برد بالظبط السيستم يحددها ما هو ده هنا بيجي حته بقى الديتكشن اللي هو البريدكشن انا عندي بعمل تريننج للموديل بدرب النظام بتاعي على الافتراضيات اللي هي ممكن تقابله بحيث ان انا اوصله اعلى بيرفورمانس واعلى نسبه دقه بالظبط ان احنا نوصله ان انت لما تعرف الاعراض دي وتبدا انك تحس ان او ان هو ريتشك مره تانية ان هو عنده فعلا كورونا لا ابعت الارم وهو هنا الاختلاف ما بينه وما بين الارم لمين لا للوزاره دي الجزئيه الثانيه بقى هي. الاختلاف ما بينه وما بين اي نظام تاني احنا طبعا شفنا على سوشيال ميديا كتير جدا ويب سايتس كتيره وادخل لا هنا الموضوع عندي مختلف تماما اول حاجه الاكيوريسي اللي احنا اتكلمنا عنها طبعا الحاجه الثانيه اللي هو ان هو متوصل الدقه هنا في المعلومات الطبيه اللي محطوطه اللي هي المرجعيه للحاله صح كده والدقه في تقنيه المعلومات والتحديد وتشخيص الحاله بنسبه 99% سليمه تمام اللي هو المجال الطبي ماشي. ويقدر يحدد الحاله همشيها دلوقتي بس هرجع لك تاني طيب والحاجه الثانيه ان احنا بنتكلم عن ان الموضوع كنترولد بالسجل المدني ان احنا بنتجنب اي معلومات خاطئه او تكرار في المعلومات يعني ايه كنترولد بالسجل المدني يعني انت منسق مع السجل المدني يعني انت في تنسيق حسب ما اسمه وزاره الداخليه بالزبط. والسجل المدني بشكل من الاشكال المفروض ان هو لما السيستم ده يتطبق المفروض وزاره الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات او وزاره الصحه تقدر ان هي تطبقه مع السجل المدني علشان انا يعني بفحص عدد من المواطنين 100 مليون طبعا فانا محتاج اتاكد ان 100 مليون عملوا تيست طب ازاي دي انا برضه نقطه هوجهها لحضرتك بس قبل ما اكمل النقطه دي عايز اتكلم على الاختلاف ايه هو الاختلاف الاختلاف بين الابلكيشنز المختلفه بالزبط. اللي شفناها اول حاجه انا عندي ريفرنس للوزاره بمعنى ايه بمعنى ان انا الوزاره دلوقتي عندها كل ثانيه زي بنقول ابديتد داتا بكل الحالات اللي ظهرت تمام كده انا عندي معلومه اعرف اخد قرار عنها الابلكيشنز الثانيه انا لغايه دلوقتي ما شفتش اي حاجه متصله يعني انا عندي داشبورد الوزاره اللي هي باينه هنا دلوقتي داشبورد بتاعه الوزاره دي الصفحه بتاعه الوزاره دي بيظهر لها كل عدد الحالات اللي ظهرت عندها كورونا وعددهم قد ايه ومكانهم وتفاصيلهم بالكامل تمام طب مين اللي بيعمل بقى الداتا بتاعه الوزاره دي يعني انت بتاخدها منين انا عايز افهمها دي هو البيشنت هو المواطن بيدخل يتست هو اكتشف لو عنده كورونا بيقدر ان هو يدي الارم بيدي انذار عند الوزاره خلي بالك ان احنا عندنا في الشارع الفلاني في المكان الفلاني في حاله وده فعلا اللي بدا يتطبق لما انا اللي خلاني ان انا اكمل في الموضوع دخلت لما شفت الصين فعلا بتطبق حاجه زي كده ان هو بيدي الارم عند الجهه المختصه فده اللي خلاني اتاكد ان انا ماشي في السليم يعني ماشي في الطريق السليم ما بعملش اي حاجه يعني عايز اقول ان التجربه دي حصلت بشكل من الاشكال برضو زي في الصين وعطوهم ايدات او اشتغلوا عليه بالظبط وده اللي كان بيديني دافع ان انا اكمل ان انا اول ما بيديتكت حاجه من هنا دايما بيروح يبلغ ايه الجهه المختصه على النظام بتاعها او السيستم بتاعها ان احنا عندنا عدد حالات اكتشفوها في المكان الفلاني النوتيفيكيشن اللي هتروح لوزاره الصحه ان في حاله في الاجراء ده كمل لي بقى المفروض هتعمل ايه وزاره الصحه بقى هي المفروض اللي تاخد الاجراءات الدوله هنا تعمل الحجر الصحي او تعمل الاجراءات اللي هي المعلومات التاخد. المستحدثه ده كل ساعتين ثلاثه بيحصل داتا بتتغير في وزاره الصحه انت هتتابعها ازاي او بعدين هقول لحضرتك الفكره كلها ببساطه ان انا المفروض ان الموضوع ده هيكونترولد ازاي او ان احنا هنطبق السيستم ده ازاي احنا بنطبق السيستم ده بحاجه اسمها اكسس كنترول ماشي. يعني ايه اكسس كنترول يعني انا مفيش حد دلوقتي في يومه ما بيستخدمش انترنت طبعا اوكي فانا عشان استخدم الانترنت بيجي لي الاكسس كنترول على الصفحه بيفتح لي صفحه الايه الفاي ديتكت ده ويبدا ان هو يملى البيانات تمام وانس ان هو ملاها بنقدر ان ايه يكمل. تصفح على الانترنت ايا كان هو رايح لفين بالظبط انا دلوقتي افترضت ان انا عندي نسبه يعني انا بتكلم انت حضرتك عارف ان اي تطبيق بنبدا ان احنا نعمل له استضافه على سيرفرات علشان نقدر ان ايه نتواصل بيه على عبر الانترنت تمام طيب دلوقتي انا هتكلم مع حضرتك في نقطه انا عملت بعض الحسابات الكامله اللي السيستم بيمشي عليها باقل الريسورسز او باقل امكانيات اقل امكانيات الاجهزه اللي احنا قادرين نستخدمها انا بكلم حضرتك مثلا في رامات موبايل ابطا يعني انا بكلم في رامات موبايل 2 جيجا انا بكلم سيرفر نت مثلا ما اعتقدش ان احنا ما عندناش حاجه كده سيرفر نت 400 ميجا بت انت عايز يعني بلدي كده تسطبه على اي تليفون وتسطبه على اي جهاز يبقى اي حد يقدر يعمله بالظبط انا وصلت اي حد طبعا من مستخدمي الانترنت عشان بس ايه عشان شرايح مجتمعيه مختلفه ما هو بالظبط بس احنا اغلبيه هي كتير طبعا واغلبيتها بس في شريحه لسه مش موجوده دلوقتي بس انا وصلت لمرحله ان احنا عندنا يعني اداء وبرفورمانس عالي جدا ان احنا نقدر خلال 5 دقائق نعمل فحص كامل ل 4000 حاله
خلال خمس دقائق عملت فحص 4000 حاله بالظبط بدقه 99%. طلعت منهم قد ايه عندهم كورونا؟ لا لسه ما طبقتش. ده بالنسبه لخمس دقائق، اما بالنسبه للساعه انا بتكلم في 90000. 90000 في الساعه. ده لو انا بتكلم حضرتك في سيرفر بطيء جدا بياخد استقبالات وريكوستات قليله، وطبعا احنا سيرفرات عندنا بتبقى عندها بيرفورمانس احسن من كده طبعا. بس ده انا بتكلم حضرتك في حاجه قليله جدا، يعني انا في الاسبوع بوصل لمليون ونص، مليون ونص حاله. بديتكت مليون ونص حاله. لا استاذ مايكل الموضوع شكله كبير وشكله لازم تبقى موجود معانا تاني في حلقات تانيه عشان نستكمل التطور اللي بيحصل في الابلكيشن بتاعك من خلال فقراتنا. استاذ مايكل رجائي مصمم تطبيق للكشف الذكي عن فيروس كورونا وورد صباح الورد، بحييك على مجهودك ولسه هحييك كتير ان شاء الله في التطور اللي هيحصل الفتره اللي جايه. الله يخليك. خلصنا حلقتنا النهارده من صباح الورد، ترجعوا بقى يوم السبت ان شاء الله مع زميلتي العزيزه مهبه هنسي.